صباح الخير وسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. طبعا امبارح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اعتمد نتيجة الثانوية العامة. النهاردة النتيجة هتكون موجودة في كل المدارس، وإن شاء الله الكل يكون سعيد والكل يكون مبسوط بالنجاح وبالمجموع اللي جابه أيا كان المجموع إيه. لكن الكل لازم يفرح بأنه أنهى مرحلة تعليمية، انتهى من مرحلة في حياته، داخل بقى خلاص على مرحلة جديدة النجاح فيها مش مرتبط نهائياً بالمجموع، مرتبط بيك أنت، بهدفك في الحياة، بتطويرك لنفسك، باختيارك كمان للمجال اللي أنت بتحبه وميال ليه ونفسك تكون موجود فيه في المستقبل. صحيح يا شاذلي، يمكن أكم من ناس دخلوا كليات القمة اللي بيطلق عليها كليات القمة، بالمناسبة بعد ما بيدخلوا بيحسوا إنه مش ده المكان اللي حاسين إن هم ينتموا لي، أو مش ده المجال اللي هم حاسين إن هم المفروض يكملوا فيه ويشتغلوا فيه. عشان كده يمكن حتى وبصينا لكلمة وزير التعليم أمس، ألف رسالة في منتهى الأهمية للطلاب وكمان طبعا لأولياء الأمور، لأن هم اللي بيصعبوا الأمور أكتر على الأولاد. قال للطلاب إن النجاح في الحياة العملية ملوش أي علاقة بمجموع الثانوية العامة، لكنه ليه علاقة بالاجتهاد واكتساب المهارات والمعرفة. وقال لأولياء الأمور سيبوا ولادكم يختاروا المجال اللي بيحبوه ودعموا اختياراتهم أيا كانت. كمان نصحهم إنهم يساهموا في تطوير قدراتهم عشان يقدروا ينجحوا في حياتهم العملية بعد كده يا شاذلي. هو الفكرة في إن أولياء الأمور المطلوب منهم دلوقتي إن هم ينوروا لهم بس على الحاجات اللي سوق العمل محتاجها. أعتقد إن كمان الطلبة دلوقتي بقوا فاهمين حاجة زي دي كويس، لكن دورك كولي أمر إنك تنور له على نماذج معينة خلال الكام سنة اللي فاتوا، خد مجال من المجالات الجديدة، دخل كلية من الكليات الجديدة، ودلوقتي شوف مستقبله بقى عامل ازاي، دلوقتي اتخرج اشتغل على طول. طبعا بمناسبة اكتساب المهارات الجديدة، بعتقد انه بالتأكيد طلاب الثانوية العامة بقى عندهم هم كمان وعي كبير جدا عشان يعرفوا المستقبل رايح فين، يركزوا كمان على البرامج التعليمية الجديدة والتخصصات بقى والكليات اللي تم افتتاحها مؤخرا واللي معظمها بيعتمد على التخصصات اللي بالفعل سوق العمل محتاجها النهاردة وبكرة كمان، ومش بس في مصر، لا ده في الخارج كمان يا جماعة. بالنسبة يا شاذلي، وسوق العمل على فكرة اختلف في العالم كله بقاله فترة، يمكن احنا أدركنا ده بقوة وقت كورونا، وقت ما كل حاجة بقت عن طريق الانترنت، وقت ما كل حاجة تحولت للرقمنة والحوكمة وما إلى ذلك، اكتشفنا ان كل حاجة دلوقتي بتحصل عن بعد، ما بقاش فيه التفاعل المباشر في كل المجالات اللي احنا كنا متعودين عليه، ما بقاش موجود. حتى لو هنتكلم في كلية القمة بالنسبة للدكتور وبالنسبة للمهندس، لازم كمان يكون عنده خلفية تكنولوجية عالية عشان يقدر حتى يواكب التغيير اللي حصل. حتى هذه المجالات بالمناسبة بقى فيها التكنولوجيا داخلة فيها بجانب كبير جدا، فلازم هذا الشخص يكون عنده جانب كبير جدا من المعرفة بهذا المجال تحديدا. بنسمع كل يوم ان في حتى عمليات ابتدى الروبوت هو اللي يقوم بيها، ابتدينا نسمع انه بناء مجسم معين او بناء شيء معين ايا كان هو ايه بيتعمل عن طريق برضو الذكاء الاصطناعي او عن طريق التكنولوجيا. فعشان كده لازم ايا كان المجال، يمكن في حته اختلفت، ما بقاش بس مجرد ان احنا بنذاكر وبنحفظ وبنكتب وندخل العملي، لا الموضوع بقى ابعد من كده يا شاذلي، وده اللي احنا بنتكلم فيه.
فكرة تطوير التعليم اللي بيقوم على حاجتين مهمتين جدا. الأولى هو إنه يكون عندنا خريج عنده مهارة تناسب سوق العمل سواء في مصر أو بره مصر، والشيء الثاني هو إننا لازم كمجتمع وكرأي عام وخاصة الطلاب، وأخص كمان بالذكر أولياء الأمور، إن إحنا نغير ثقافتنا المرتبطة بالمجموع وتحصيل الدرجات، وإنه يكون الهدف دلوقتي هو إنه الطالب يختار التخصص أو المجال اللي يناسبه، يشتغل على نفسه في التدريب والتأهيل والدورات العملية طول فترة الكلية عشان يكون جاهز لسوق العمل، يبتدي ينزل يا شاذلي يجرب في حاجات كتير. على فكرة لازم كمان يكتسب مهارات التواصل والتعامل مع الناس، يعني الموضوع بقى مختلف مش زي زمان. صحيح، والموضوع كمان مش مقتصر على الكلية فقط، اللي هيدخلها ممكن يتعلم أونلاين، يعني في كورسات كتيرة جدا أونلاين وهو قاعد في البيت ممكن ياخد الكورسات دي وممكن يشتغل وهو قاعد في البيت ويبقى عنده دخل كمان من هو في الثانوي. تخيلي بقى كمان لو دراسته في الكلية مع اللي بيتعلمه كمان أونلاين وبينمي مهاراته أونلاين كمان من خلال الكورسات الموجودة، اعتقد ان هو ممكن يكون بالفعل انسان نافع لنفسه في المستقبل، وبمجرد ما هيتخرج اهم حاجه انه احنا نلاقي شغل، يعني احنا بنتعلم وبنكبر عشان نلاقي شغل ونفتح بيوت ونستقر ونبقى فاعلين. صحيح. في المجتمع، مش ده الهدف؟ صحيح. اعتقد ان هو انت بدخولك هذه المجالات الجديده انت بتتخرج بتلاقي الفرصه بتاعتك موجوده، واعتقد ان نماذج كتيره جدا، روحوا شوفوا الكليات اللي الناس اتخرجت منها خلال الفتره اللي فاتت هم فين دلوقتي. صحيح. فخلينا نقول كده لحضراتكم سريعا كام نصيحة تاخدوا بالكم منها إن كان خلاص عرفتوا النتيجة أو لسه هتعرفوا النتيجة، إن كانت النتيجة مرضية بالنسبة لكم أو لا قدر الله غير مرضية بالنسبة لكم. في حالة إن النتيجة مرضية بالنسبة لكم هتخشوا الكلية اللي أنت عايز تدخلها إن شاء الله على خير، بنتمنى طبعا كل التوفيق، بس لازم خلال وقت الدراسة لازم تبتدي تنزل تدور على تدريب حتى لو من غير فلوس بالمناسبة، لأنه مش كل الانترنشيبس أو مش كل التدريبات في الشغل بتبقى فيها فلوس، في أماكن بتبقى فيها فلوس بيبقى حتى ولو مرتب بسيط جدا، لحتى لو مفيش لازم بتكسب طبعا. بالظبط طبعا، دي خبرة بكل تأكيد. لازم تبتدي تشتغل من وانت في الجامعة، لازم تبتدي تركز على الجانب الغير متعلق بفكرة الورقة والقلم، وأنا بنصحكوا عن تجربة. يمكن أنا ما دخلت جامعة، انا بالنسبه لي شاذلي كنت حافظه النظام القديم، عارف انت ذاكر تنجح، يعني هتدخل تكتب في الورقه هتنجح، لا بيبقى فيه بروجكتس او بيبقى فيه اساينمنتس، حاجات لازم تعملها، دي بيبقى عليها درجات كتير جدا، بالمناسبه بتديك خبره كمان، ركز عليها هي كمان. لازم طول الوقت تبقى بتدور في ابعاد الحاجه اللي انت دخلتها، مش بس انا عايز اخش طب فدخلت طب فخلاص، لازم تدور في ابعاد الشيء اللي انت بتحبه وتبقى عارف انت ميال لاي تخصص، تتوسع اكتر كمان بالظبط، ميال لاي تخصص وحابب تعمل ايه وتبص قدام وهكذا. ده بالنسبه للشخص اللي مجموعه جه بالظبط زي ما هو عايز وهيقدر يخش الحاجه اللي هو عايزها. اما بالنسبه للاشخاص اللي ما حالفهمش الحظ، اولا ارجو من اولياء الامور بعد اذن حضراتكم، اولا اللي حصل حصل، والخيره فيما اختاره الله، ربنا اكيد عنده خطه احسن بكتير من اللي احنا متخيلينها. ادعموا ولادكم، بلاش تضغطوا عليهم طول الوقت. وشفت ابن خالتك عمل ايه؟ شفت عمتك عفاف عمل ايه؟ هي الموضوع ده فكره عامل مشاكل كبيره جدا. هو احسن منك في ايه؟ هو متوفر له ايه غير اللي عندك؟ هي في النهايه قدرات يا جماعه، واللي حصل حصل، وانتوا كده بتشيلوا الولاد من بعض على الفاضي ودايما حاطينهم تحت ضغط ان انت دايما قاعد بتقارنه باللي حواليه، فهو بقى طول حياته قاعد مستنيك تقارنه باللي حواليه. صحيح، فمش هيتقدم خطوه للاسف. فالنقطه ارجوكوا دي ابعدوا عنها تماما، خلاص اللي حصل حصل. ده عموما عارفه، فاكر كان في فيلم يا شاذلي لا تطفئ الشمس تقريبا، كان في حته كده كان اب يعني بيقول لابنه ليك عليا لو بعد الشر ما جبتش الدرجات اللي احنا عايزينها هجيب لك هديه، بس لو نجحت مالكش عندي حاجه. قال له طب ليه كده؟ قال له عشان لو نجحت خلاص انت هديتك انت نجحت ببساطة، بس لو ما جبتش الدرجات اللي انت عايزها بيعوضك بيفرحك صحيح. يعني وعلى فكره الجمله دي فضلت والله في دماغي يعني من زمان جدا، الفيلم طبعا قديم جدا، كان بطوله مش هتسعي لاي درجات عشان تفرحي بالهديه. بالظبط. لا لا مش قصدي كده، لا ايه ده، ايه ده فهمتها ازاي كده؟ اقصد ان الاب بيدعم ابنه عشان زعل، يعني ده المقصود. فلا بجد حاولوا تدعموا دايما ولادكم، ما تحسسهمش ان خلاص دي اخر الدنيا وان هو فشل، وتنكدوا عليهم في الصيف وتعاقبوهم، وحتى لو طبطبتوا عليهم وانتوا زعلانين لا بيبان خلاص صح. اللي حصل حصل، ادعموهم، ندور بقى مع بعض نشوف ايه اللي احنا ممكن نعمله،
ايه اللي احنا ممكن، ايه البديل اللي عندنا اللي نقدر ان احنا نشتغل عليه، نشوف ولادنا بيحبوا ايه، طب احنا ما خدناش بالنا او مش مركزين قوي، طب نقعد مع بعض نشوف ايه المجالات الجديده اللي بقت موجوده. وسهل جدا، هو نصيحه مني لو شاذلي، مجالات التكنولوجي بشكل عام ادخلوا بصوا فيها وبصوا عليها، اللي بقت تخصصات وافرع كتير جدا. بالنسبه للطالب اعرف انه نصيبك هيصيبك، مستقبلك مكتوب، لازم بس يكون عندك قوة وإيمان وتجتهد وتشتغل على نفسك وما تزعلش. خلاص اللي حصل حصل، اشتغل على نفسك. عارفة وانت بتتكلمي عن موضوع التخصصات الجديدة والتكنولوجية، لما كنت بصور في المعهد القومي للاتصالات وشفت الشباب الموجودين فيه، شباب صغير لسه بيبتدي حياته لكنه بقى درس بقى برمجة ودرس حاجات كتيرة جدا في المعهد، لأنه فيه هناك منح كتيرة جدا طبعاً للدراسة وتسهيلات في الدراسه كمان، والمنح مجانيه وفي مواصلات وفي حاجات كتيره جدا صحيح بتقدم للطالب كدعم خلال فتره دراسته. مش بس كده، بيبقى في تدريب عملي كمان في شركه من الشركات اللي بتتعاقد مع المعهد عشان يورد لها موظفين بهذا الشكل من هذه الخامه وهذا الكواليتي الجيد اللي متعلم تعليم كويس. فبعد ما خلاص بيخلص الدراسه بتاعته وبيخلص التدريب بتاعه بيطلع يشتغل على طول في هذه الاماكن. على فكره الفقرات دي موجوده عندنا على صفحه صحيح البرنامج، ممكن تتابعوها يعني تشوفوا الحاجات دي على السوشيال ميديا وتوروها لاولادكم كمان، يعني جايز برضو تكون هي المحرك والمحفز للاولاد عشان يبتدوا يختاروا مجال جديد غير المجالات اللي هي التقليديه والمعروفه. بصوا على فكره ممكن تبتدوا في حاجه ما تعجبكوش، تحسوا لا مش ميالين ليها قوي، جربوا حاجه ثانيه وحاجه ثالثه وحاجه رابعه. بما انك شاذلي بتتكلم على هذه التجربه، كمان بوابه مصر الرقميه ادخلوا عليها بصوا فيها بقى، يعني كورسز ويمكن برامج عمل كتير جدا 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 في تخصصات كتير جدا، معظمها بالمجان وتدريب عملي، يعني فعلا بحر كبير جدا بجد محتاج ومستني المصريين اللي يقدروا ان هم يستخدموه مختلف الاعمار، من اول سن صغير جدا وحتى اطفال في المدرسه لغايه سن بقى كبير، حتى لو حد خلص اصلا الجامعه. فانا يعني انصح حضراتكم ان انتوا تخشوا تبصوا عليها. على اي حال يعني اتمنى التوفيق للجميع، وان شاء الله كده كله يبقى مبسوط بنتيجته. بنصبح على بقى نوزع حاجه ساعه زي زمان احنا عايزين نفرح الاولاد بالظبط، وعايزين حاجه ساعه من الجيران على حسب يعني سواء دي او دي. واحنا مستنيين برضو الحاجه الساعه بتاعتنا عامه يعني ان شاء الله خير، والكل ان شاء الله كل البيوت تكون فرحانه. صباح الخير على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على دينا ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس في القاهره والمحافظات. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا جمانه، صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان، ومبروك لكل الناجحين واللي ما نجحوش كمان، هم بذلوا مجهود كبير جدا. مش كلهم يعني اكيد لا. بص يعني ثانويه عامه مهما حصل الناس بتذاكر يعني لا. ده توفيق من عند ربنا وده بيبقى ربنا يوفقهم في اللي جاي طبعا. بالظبط، بس هو طبعا زي ما بنقول ان مش نهايه العالم، ثانويه عامه مش نهايه العالم. ولما هتخش الكليه هتعرف ان الثانويه عامه دي اسهل كتير قوي بدراستها عن الدراسه العمليه في الكليات، لان هي مختلفه تماما. هي عنق زجاجه زي ما بنقول، بتحدد مصير حاجات كتير في حياتك، بس ما تخليهاش هي دي اللي هتقف عقبه امام تحقيق احلامك في مستقبلك. لازم تكون عندك خطه راسمها وعارف انت عاوز ايه بالظبط. انت يمكن الاجيال دي مختلفه عن اجيالنا، واحنا في ثانويه عامه كان عندنا هدفين كليات القمه، يعني هندسه يا طب يا اما اعلام او سياسه واقتصاد بالنسبه لعلمي او ادبي. لكن دلوقتي انت عندكم مجالات كتيره جدا، ولو عملت سيرش وبحثت هتلاقي ان مش كل الكليات المميزه اللي انت ممكن تلاقيها هتلاقيها في جامعه القاهره وفي عين شمس. دي حاجه مهمه جدا، خاصه ان احنا خلاص في العصر ده وداخلين عليه، لما تكون متميز في سوق العمل في حاجه غيرك مش عارفها او غيرك مش شغال فيها هتبقى انت متميز وهيبقى ليك مستقبل كبير فيها. حاول تخرج بره عباءة كليات القمه ودور على اللي انت عارفه واللي انت بتحبه وحاول تحقق هدفك مش هدف اللي حواليك. بناخد النصيحه طبعا من اهالينا، لكن مهم جدا نشوف احنا طموحنا ايه واحنا جوانا اهدافنا ايه نقدر نحققها. زي ما بقول تاني، ثانويه عامه مش نهايه العالم، قدامك المستقبل كله، قدامك العمر كله تحقق فيه كل حاجه انت نفسك فيها. خلونا بقى دلوقتي نستعرض معاكم بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم من القاهره وخاصه من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه في الوقت الحالي مكمله لحد ميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو كثافات بسيطة لكن غير مؤثرة.
ولو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء هنلاقي هناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. ظهرت كمان بعض الكثافات على كوبري الحدائق القادم من الزاوية ومتجه للفنجري، وكذلك الأمر على كوبري المطرية القادم من الكابلات. نروح الجيزة وعلشان نستعرض هناك الحالة المرورية، شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية، ده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة، ولسه مكملين معاك وكمان في شارع الهرم الرئيسي اللي بيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق في تقاطعهم مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. ظهرت كمان بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين لحد الطلبية. في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع اللي فيصل اللي بمنطقة الطوابق حتى العشرين. كمان بتظهر كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، في كثافات مرورية متحركة. كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياح. اللي رايح المهندسين ومتجه لأكتوبر في سيولة مرورية كبيرة على المحور، وبتظهر كثافات بسيطة على محور 26 يوليو اللي جاي من أكتوبر وبتستمر لحد ميدان لبنان. خلونا نروح معاكم لمحافظة أسيوط وقدام مستشفى الجامعة اللي بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي فيه كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية زي طريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، وأيضا طريق المنيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. هنكمل جولتنا ونروح لإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وهناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. في الشارع هناك بتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة بسيطة جدا، هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. نروح لطريق أحمد أبو زيد وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. ومن جولتنا المرورية خلونا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وده بيزود من الإحساس بحرارة الطقس، ده غير إن كمان في نشاط رياح ببعض المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة هتكون في العالمين 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. كعادتنا بنبدأ معاكم أخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الاجتماع أمس تابع فيه الخطوات الخاصة بمشروع إنشاء مجمع إنتاج السودة آش ومشتقاتها والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة العالمين الجديدة. كمان رئيس الوزراء امبارح تابع إجراءات توزيع الدعم اللازم لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وقال إن ده أهم المشروعات اللي بتنفذها الدولة لصالح شريحة من محدودي الدخل والشباب، وبتعتبر كمان أحد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية. تفاصيل أكتر هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار وأحداث مهمة حصلت امبارح أبرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الخطوات الخاصة بمشروع إنشاء مجمع إنتاج السودة آش ومشتقاتها المقرر إقامته بالمنطقة الصناعية بمدينة العالمين الجديدة. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية هذا المشروع اللي بيسهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر عبر توفير احتياجات السوق المحلية من مادة السودة آش والمساهمة في توسعة الصناعات المرتبطة بهذه المادة وبالتالي إتاحة فرص التشغيل. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للطاقة بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة، واستهل مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة ملف الطاقة والموضوعات المتعلقة به، من بينها الاستثمار في هذا القطاع المهم وجذب المزيد من الاستثمارات.
امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة إجراءات توفير الدعم اللازم لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين في إطار حرص الدولة على استدامة هذا البرنامج القومي. وقال رئيس الوزراء إن الإسكان الاجتماعي والمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بوجه أشمل بتعد أحد أهم المشروعات اللي بتنفذها الدولة لصالح شريحة محدودي الدخل والشباب، كما إنها بتعد إحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية. امبارح وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشرة لعام 2023، توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بكلمة قال فيها: نلتقي للعام الرابع على التوالي للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، تلك الجريمة النكراء التي تهدد الإنسانية جميعها والتي دائماً ما تلقي بتبعاتها على الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات إقليمية كانت أم دولية. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته إلى أن الجهود الوطنية المصرية خلال العام الماضي شهدت طفرة هائلة في مجال مكافحة هذه الجريمة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتكتفت الجهات الوطنية المعنية تحت مظلة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي تتزايد حدتها مع تزايد التحديات التي يشهدها عالمنا والتي تؤثر بدورها على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي بني سويف تم تحويل مبنى ديوان عام التربية والتعليم للعمل باستخدام الطاقة الشمسية، أما في المنيا فتم تدشين قافلة ثقافية ضمن مشروع المكتبة المتنقلة في عدد من القرى. صحيح. وفي البحيرة تم انطلاق كابيتانو مصر لاكتشاف مواهب كرة القدم على ملاعب دمنهور، أما في بورسعيد فتم الانتهاء من أعمال تطوير شارع المشير طنطاوي. خلينا نتابع تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أحداث كتيرة. في بني سويف أعلنت مديرية التربية والتعليم بدء تشغيل محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية اللي تم تركيبها أعلى مبنى ديوان المديرية، ليتم تحويل جميع الأجهزة والأدوات والإضاءة بمبنى ديوان المديرية لتدار بالطاقة الشمسية بدلاً من الكهرباء، وده في إطار تنفيذ توجهات الدولة بترشيد الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة. في المنيا نظمت مكتبة مصر العامة قافلة ثقافية بقرية نزلة البدرمان التابعة لمركز دير مواس، تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات منها قراءة واطلاع بالمكتبة المتنقلة وورش عمل وتدريب على حرف يدوية ورسم وتلوين، ده غير فقرات فنية متنوعة وندوات تثقيفية. في البحيرة انطلقت فعاليات كابيتانو مصر اللي بتقام على ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور لاختبار الموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة للموسم الثاني من البرنامج اللي بتنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. في الغربية اعتمدت المحافظة المرحلة الثانية من تنسيق القبول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023-2024 تحقيقاً لرغبة أولياء الأمور وتيسيراً على الطلاب، وتم تخفيض تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام ل 231 درجة و 165 درجة للقبول بالثانوي الخاص وأقل من 231 درجة لفصول الخدمات. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن نهاية أعمال تخطيط شارع المشير طنطاوي، وده ضمن استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير الشارع اللي بتأتي في إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بالمحافظة لتيسير الحركة ومنع الازدحام وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري. في كفر الشيخ تم الانتهاء من تبطين 398 كيلو ترع وجاري العمل في 579 كيلو ترع من المستهدف تبطينه، ومن المقرر تبطين 1000 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة. مشاهدينا دلوقتي خلينا نخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة رطب على كل الأنحاء،
تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. احنا بنتكلم ان في الحمد لله انخفاضات طفيفه في درجات الحراره في معظم انحاء الجمهوريه، وده هيكمل معانا على مدار هذا الاسبوع، وهتكون العظمى على القاهره الكبرى ما بين 35 و 36 درجه مئويه. احنا طبعا بنتاثر في طبقات الجو العليا بامتداد منخفض الجوي. المنخفض الجوي ده بيعمل على انخفاض درجات الحراره، توزيع الرطوبه في عمود الهواء في كل، عشان كده احنا فترات الليل ما حسيناش بالرطوبه بشكل كبير رغم ان في استمرار لارتفاع نسب الرطوبه في معظم انحاء الجمهوريه. بالاضافه كمان وجود نشاط نسبي للرياح يقلل احساسنا بنسب الرطوبه الموجوده في الجو، ده اللي كان معانا امبارح ومتوقع يكون معانا اليوم. اليوم الطقس يعني احساسنا بيه هيكون طقس حار رطب على القاهره الكبرى ومحافظات الوسط البحري ومحافظات سواحلنا الشماليه. يبقى شديد الحراره على المناطق الجنوبيه، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكن كافه المناطق الموجوده في الجمهوريه خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل بتشهد انخفاض في درجات الحراره. خلال فتره الليل مع غياب اشعه الشمس يكون في نشاط للرياح بيلطف الاجواء بشكل كبير وساعدنا على الاحساس بالاجواء اللطيفه او نسمه الهواء اللطيفه اللي احنا كلنا حسينا بيها امبارح وهنحس بيها كمان النهارده. الصغرى فتره الليل كمان درجات الحراره انخفضت، يعني احنا بدانا نسجل درجات حراره 24 و25 درجه مئويه خلال فترات الليل. اجواء فتره الليل هي اجواء معتدله في معظم انحاء الجمهوريه، يمكن وجود نشاط نسبي للرياح اليوم هيكون في بعض المناطق المحدوده، لكن هيساعد بشكل كبير على تلطيف الاجواء. وزي ما قلنا في الاول الاجواء دي مكمله معانا على مدار هذا الاسبوع، يمكن مع نهايه الاسبوع العظمى توصل على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه، هتكون اعلى من المعدل درجه، لكن طبعا تحسن في درجات الحراره بشكل كبير عن الاسابيع الماضيه او عن الاسبوعين اللي فاتوا. احنا طبعا هنبدا نخش شهر اغسطس، واحنا دايما عارفين ان في اغسطس بيكون في ارتفاعات في نسب الرطوبه، نسب الرطوبه دايما هي اللي بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. ذروه الرطوبه وذروه فصل الصيف بيكون في اغسطس عشان ان الرطوبه دايما بتخلينا نحس بارتفاع درجات الحراره. بالظبط، دايما بتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، وده اللي متوقع ان احنا على مدار الشهر الجاي كله او مدار شهر اغسطس كله يكون في استمرار لارتفاعات نسب الرطوبه. ممكن نشهد موجات ارتفاع في درجات الحراره، وده وارد جدا ان احنا نشهد موجات شديده في الحراره تكون فيها ارتفاعات ملحوظه اعلى من المعدلات، لكن ان شاء الله ما تكونش بنفس الاستمراريه ونفس المده اللي احنا شهدناها خلال شهر يوليو، لان احنا استمرينا اسبوعين كاملين درجات حراره مرتفعه بشكل كبير. عظمى على القاهره الكبرى كانت ما بين 38 و40 درجه مئويه بشكل متواصل مع وجود نسب رطوبه. ان شاء الله الموجات تكون موجات اكثر 3-4 ايام بالكثير، وتعود درجات الحراره للمعدلات. هل مستمر معانا الانخفاض في درجات الحراره؟ حضرتك يمكن قلتي لي امبارح انه مستمر لاخر الاسبوع، ده بالفعل مستمر معانا؟ انخفاض درجات الحراره او انخفاضات طفيفه في درجات الحراره مستمره معانا لنهايه هذا الاسبوع، يعني احنا بنقول بدايه الاسبوع 35 نهايه الاسبوع 36، فما فيهاش ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره. طيب ده يعني معناه ان احنا هناخد اول 4-5 ايام في اغسطس جو هيكون معتدل فيها، دي حاجه كويسه بالنسبه لنا. جدا الحمد لله، احنا الاسبوع الاول في اغسطس درجات الحراره تعتبر حول المعدلات 35-36، ممكن تبقى اعلى من المعدل درجه لكن احسن بكثير من الايام الماضيه، لان احنا زي ما قلنا في الاول استمرنا فتره طويله بنسجل 38 و39 درجه مئويه في الظل. اكيد تاني ان قيم درجات الحراره كمان اللي انا بقولها مع حضراتكم هي قيمه درجه الحراره المقاسه في الظل، المحسوسه ممكن نحسها اعلى بكده طبعا بسبب ارتفاع نسب الرطوبه، ودايما بتبقى نسب الرطوبه يعني او درجه الحراره المحسوسه اعلى من المقاسه في الظل بحوالي من 3-4 درجات بسبب نسب الرطوبه. ونسب الرطوبه طبعا بتبقى اعلى حاجه في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط طبعًا. بتوصل ما بين 90-95%، وكل ما تقدمنا للمناطق الداخليه بتكون نسب رطوبه اقل. صحيح يا دكتور، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتوره منار غانم عضو المركز العام بهيئه الارصاد الجويه، كان الصعب علينا الفتره اللي فاتت ان درجات الحراره كانت مرتفعه في الصبح وبالليل، لكن دلوقتي حتى لو كانت مرتفعه او محسوسه بالنسبه لنا بنسب اعلى في ساعات الذروه الصباحيه، لكن بالليل الجو بقى لطيف وفي نسمة صيف حلوة كده هنستمر معانا حتى نهاية الأسبوع. دلوقتي نستعرض معاكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 35، الصغرى 25، العاصمة الإدارية 35-24، الإسكندرية 32-23، العلمين الجديدة 31-22، مطروح 31-22، دمياط 33-24، بورسعيد 33-25، الإسماعيلية 36-25،
السويس 35-25، العريش 34-24، كاترين 35-18، طابة 36-25، حلايب 37-31، شلاتين 42-31، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 40-29، الفيوم 36-24، بني سويف 37-24، الوادي الجديد 41-25، أسيوط 39-25، سوهاج 39-27، قنا 42-28، الأقصر 42-28، وآخر أسوان 42-29. هرجع مرة تانية لشاذلي وجوانا علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مؤثر. نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا. دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، كمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة التانية بدور المجموعات من البطولة العربية للأندية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فإدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط هتغلق باب استقبال الأفلام المشاركة بالمسابقات المختلفة للدورة 39 والمقرر انعقادها في الفترة من 3-8 أكتوبر. النهاردة هتطلق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، وده بمشاركة حوالي 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، بينهم ممثلين عن 66 رابطة وجالية للمصريين بالخارج. النهاردة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان هتفتح باب الحجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر، ويستمر الحجز وتقديم الطلبات حتى 10 أغسطس المقبل، ويتم الإعلان عن المستبعدين في 29 أغسطس. النهاردة العشاء الكرة العربية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العربية للأندية. هيلتقي شباب لوزداد الجزائري مع الوحدة الإماراتي الساعة 4 العصر، وفي 6 مساء هيلتقي الزمالك مع اتحاد الشباب السعودي، وفي 8 مساء هيلتقي الكويت الكويتي مع الرجاء المغربي، وفي 10 هيلتقي النصر السعودي مع اتحاد المنستير. جامعة المنصورة من الجامعات اللي دايما متفوقة ودايما في التصنيفات، سواء كانت تصنيفات محلية أو حتى تصنيفات عالمية. الجامعة حصدت المركز الأول في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، ده مناصفة مع جامعة القاهرة. المسابقة دي هدفها هو تعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع الجامعي والمحيطين به. صحيح أستاذ، دي الحقيقة إنه هذه الجائزة تعتبر جائزة تشجيعية لتحسين أداء الجامعات في مجال الاستدامة البيئية وتبني مبادرات ومشاريع تحمي البيئة وتحافظ عليها. جامعة المنصورة حصدت المركز الأول مناصفة مع جامعة القاهرة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وجاءت جامعة عين شمس في المركز الثاني، واحتلت جامعة أسيوط المركز الثالث. أيضاً فازت جامعة بني سويف بجائزة تشجيعية، والتي يتم منحها عرفاناً بالجهود المبذولة لتحسين أدائها في مجال الاستدامة البيئية. وقدمت جامعة المنصورة ملف مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة بشكل متكامل يبرز جميع جوانب التميز والاستدامة البيئية فيها، وتم توجيه الشكر لكافة المسؤولين بجهات الجامعة المختلفة على تعاونهم الفعال وجهودهم المتميزة خلال زيارة لجنة التقييم وإعداد كافة التجهيزات بأعلى مستوى. تأتي هذه النتيجة المتقدمة بمثابة تأكيد على التزام جامعة المنصورة وفرقها بتحقيق الاستدامة البيئية، كما تحثهم على الاستمرار في تبني الممارسات الصديقة للبيئة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة، من أجل بناء مجتمع أخضر يتماشى مع القواعد البيئية الصحيحة. طبعا احنا معانا على التليفون الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة عشان نعرف منه كافة التفاصيل. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا يا فندم. يا اهلا بحضرتك، عايزين نعرف من حضرتك في البداية طبيعة هذه المسابقة من فعاليات وانشطة. هو طبعا المجلس الاعلى للجامعات ممثلا في معالي وزير التعليم العالي اطلق هذه المسابقة بين الجامعات المصرية، والحقيقة جامعة المنصورة منذ فترة بعيدة كانت بتهدف لهذا الملف، وهو أن تكون جامعة صديقة للبيئة في كافة المجالات، سواء في إدارة المخلفات أو المياه أو الأبحاث العلمية التي تخدم البيئة، وأيضا التغيرات المناخية وكذلك الأزمات
والتشريعات واللوائح اللي تبنتها الجامعه التي تهدف الى الاستدامه وتحقيق رؤيه مصر 2030. وفي ضوء اطلاق هذه المسابقه الحمد لله تم رفع الملفات على الموقع الالكتروني للمسابقه، وكانت لجنه التحكيم لجنه خارج جميع الجامعات المصريه بحيث يكون التحكيم يتميز بالموضوعيه والشفافيه. وجاءت اللجنه لزياره الجامعه وبحثت كل الملفات وكل النقاط الموجوده والمعايير التي اطلقتها اللجنه، والحمد لله توافقت مع الاهداف التي تسعى اليها وحصلنا على المركز الاول مناصفه مع جامعه القاهره. دكتور شريف طبعا بعد التحية وألف مبروك مرة تانية، بس حضرتك تحدثت عن بعض العوامل اللي أدت أنه أو كانت السبب في أن جامعة المنصورة تفوز بهذه الجائزة، على سبيل المثال منها تدوير المخلفات. حابين نعرف من حضرتك يا فندم آلية عمل هذه المنظومة، مش بس تدوير المخلفات لكن المعايير اللي على أساسها قدرت تفوز جامعة المنصورة. طبعا احنا عندنا كذا ملف من هذه الملفات. طبعا حضرتك تعلم جيدا ان لدينا 13 مركز طبي ومستشفى جامعي، وفي مخلفات بتخرج من نتيجه الاستهلاك من هذه المستشفيات، وبالتالي كيف يتم التخلص منها التخلص الامن. هل في شركات بتيجي تاخد المخلفات بحيث ان ما يتركش اي اثر يلوث البيئه؟ ايضا الاستخدام الامثل لهذه المخلفات وكيف يتم استغلالها بالتعاون مع محافظه الداخليه. فالحمد لله احنا عندنا كجامعه ما فيش الملف ده بياخد اهتمام غير عادي. ايضا السلامه المهنيه، في اداره موجوده في الجامعه تتولى اداره السلامه المهنيه ومواجهه المخاطر، في مرور شبه يومي على الكليات وعلى المستشفيات للتأكد من عدم وجود أي مخلفات تؤثر على البيئة أو تؤثر على المواطنين أو منسوب الجامعة. أعتقد كمان يا دكتور أن المساحات الخضراء داخل الجامعة برضو من الحاجات المهمة اللي ساعدت والتشجير وكده. هو طبعا جامعة المنصورة من الجامعات اللي أنا أزعم أنها متميزة يمكن على مستوى العالم في المنطقة الخضراء والتنسيق الحضاري، والحمد لله ده يعتبر متنفس للطالب اثناء اليوم الدراسي. ايضا بالنسبه لاعضاء التدريس وللجهاز الاداري، يعني انا ادعو البعض يطلع على هذه المنظومه وهذه الجامعه التي تتميز منذ انشائها من سنه 72 حتى الان بالتنسيق الحضاري والمنطقه الخضراء التي تعتبر عامل من عوامل تميز جامعه المنصوره. طيب دكتور شريف، بالنسبة للطلاب، طلاب جامعة المنصورة، يعني هل بقى عندهم الوعي الكافي تجاه هذه القضية تحديدا، تغيير المناخ وما يحدث عامة في العالم، وان احنا دلوقتي بنتجه ل خلينا نقول منظومة صديقة للبيئة متكاملة، وازاي تم اشراكهم اصلا في هذا العمل بشكل عام؟ هو طبعا الطلبه الحمد لله طلبه جامعه المنصوره لديهم وعي بهذه التغيرات المناخيه من خلال الندوات التي عقدت على مدار العام، من خلال في دورات تدريبيه، في لجنه شكلت لاداره ملف التغيرات المناخيه، والحقيقه في تنسيق مع كل الجامعات في الدلتا سواء كانت شمال او شرق او وسط الدلتا. تم عمل اكثر من ندوه واكثر من مؤتمر، ايضا في كتيب بيصدر او ملخص عن هذه التغيرات المناخيه بيطلق على الفيسبوك وعلى للطلاب. الساده اعضاء التدريس الحقيقه بيساهموا في القاء بعض النبذه مختصره اثناء المحاضرات عن هذه التغيرات المناخيه، بحيث ان الطالب اللي ما بيجيش ندوه او بيحضر مؤتمر يكون عنده فرصه انه يطلع على احدث هذه المتغيرات. طيب هل في سنوات دراسيه معينه بتستهدفوها ان الطلبه دول يكونوا موجودين وهم بينفذوا اعمال المبادره معاكم او بيساعدوكم فيها؟ هو طبعا المبادره بتبقى مطلقه لكل الطلاب، بنركز طبعا ان الطالب يكون جاد، لديه ثقافه، يكون عنده استعداد للعمل التطوعي. والحقيقه الحمد لله بيبقى عندنا نسبه كبيره جدا جدا بنقدر نختار منها الطلاب المناسبين، وخاصة الطالب اللي هو على وشك التخرج ده بيكون فرصة انه يخدم المجتمع ويكون لديه فرصة بعد التخرج انه يكون
يعني فعال داخل المجتمع المصري. طيب دكتور شريف عفوا، بجانب الندوات التثقيفيه والندوات التوعويه توعية طلاب جامعة المنصورة بأهمية هذا الملف تحديدا، عايزة أعرف من حضرتك هل في مسابقات كان من دورها أنها تحمس الطلاب أكتر أو تحفز الطلاب أن هم يعرفوا أكتر عن تغير المناخ وكيفية الحفاظ على البيئة، ولا كان إيه اللي حصل؟ هو فعلا في مسابقة وتم فوز، يعني عمل أكثر مسابقة بين الطلبة وبين أعضاء التدريس والهيئة المعاونة على مستوى الجامعة، وفي عندنا الحمد لله فرق فازت بالمركز الأول وهتدخل على مستوى الجامعات المصرية للتصفية، وكان هدفها إزاي إحنا نكون جامعة صديقة للبيئة. أعدوا أبحاث علمية في هذا الشأن. نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر وبنحييك مرة تانية وبنبارك لحضرتك على هذه الجائزة. الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. طبعا جميل أن يكون عندنا مستوى عالي من الوعي بين الطلبة بأهمية التغيرات المناخية وما تحدثه من تأثيرات على كل نواحي الحياة. الجميل كمان في جامعة المنصورة أن هي من الجامعات الحقيقية أن هي كل فترة بتبهرنا بوجودها في تصنيفات، مش فقط تصنيفات محلية ولكن في تصنيفات عالمية كمان. جامعة المنصورة دايما حريصة أن هي تدخل هذه التصنيفات، والحقيقة بتحقق مراكز متقدمة دايما في كل تصنيف أو في كل مسابقة بتدخل فيها بتحقق مراكز متقدمة. احنا دلوقتي بنتكلم عن جامعة صديقة للبيئة، أعتقد أن دي حاجة من الحاجات اللي ما كناش بنسمع عنها خلال الفترة اللي فاتت، لكن ده توجه عالمي دلوقتي. يعني ادخلوا كده اكتبوا سيرش كده على جامعات صديقة للبيئة فهتلاقي أن في جامعات كتيرة جدا عالميا صديقة للبيئة وبتسعى لتحقيق الاستدامة في هذه الجامعات. مشاريع كتيرة تمت في الجامعة عشان في الآخر نقدر نقول أن جامعة المنصورة من الجامعات صديقة للبيئة. مشاركة الطلاب، ودي حاجة مهمة جدا جمانة كانت بتتكلم فيها مع دكتور شريف دلوقتي، هي توعية الطلاب، أن الطلاب يكون عندهم درجة عالية من الوعي بأهمية هذه القضية وإزاي يشاركوا بعدد كبير من المشروعات في النهاية بتخدم جامعتهم وبتخدم بلدهم، وفي النهاية نقدر نقول أن هذه الجامعة جامعة طبعاً صديقة للبيئة. بكل تأكيد، وأعتقد أن أهم عامل يا شاذلي هو فكرة الطلاب، لأنه صح، كل طالب هو سفير يقدر أن هو ينقل هذا الفكر لأشخاص آخرين، فهي نقطة مهمة جدا أن احنا يبقى عندنا طلاب عندهم وعي كامل بأهمية هذه القضية، مش فكرة أن أنا أطور مبنى أو أطور مكان أنا موجود فيه أو فقط المنظومة، إن كانت منظومة تدوير المخلفات أو ما إلى ذلك، لكن فكرة أن يبقى عندي أشخاص عندها وعي بيئي دي مهمة جدا جدا، ويمكن إحنا محتاجين طول الوقت نشتغل على النقطة دي، لأن إحنا الموضوع ده ما كانتش عندنا، ده جديد علينا، فمهم جدا إن إحنا نشتغل على النقطة دي تحديدا، ونعرف إن إحنا ما نتعاملش مع البلاستيك على سبيل المثال، يعني من أهم الحاجات أو أبسط الحاجات ما نتعاملش مع البلاستيك مثلا، نبطل نجيب اكياس بلاستيك، ما نشتريش حاجات في اكياس بلاستيك. بالمناسبه في شنط اصلا بتبقى موجوده قماش بقى او اي حاجه بننزل نجيب فيها الحاجه وبنستخدمها اكتر من مره، ننزل نجيب بيها الحاجه ونرجع تاني، ما نحاولش نتعامل مع البلاستيك. بلاش كوبايات البلاستيك، ممكن نجيب كوبايات ورق يا شاذلي. لو في اماكن كتير دلوقتي لما بتروح تشتري منها مثلا مشروب على سبيل المثال مفيش السترو او الشاليمو او المصاصه اللي بتبقى بالبلاستيك، بتبقى حتى معموله من ورق، الكوبايه كمان من ورق. طول الوقت الحاجات اللي احنا بنشوفها او ممكن حتى ما ناخدش بالنا منها وبنعتبرها حاجات بسيطه، هي حاجات مهمه جدا. في ابحاث كتير جدا وتقارير كتير جدا عن خطوره البلاستيك، وانه ازاي اذى البيئه، وانه ازاي اثر على الكائنات البحريه، وانه ازاي اثر على التوازن البيئي بشكل كبير جدا. يمكن حد يقول البلاستيك ما حدش كان هيجي في دماغه يا شاذلي انه كيس بلاستيك او البلاستيك يكون مؤذي الى هذه الدرجه. طبعا بكل تاكيد كلامك مظبوط يا جمانه، وكمان فكره واحنا بنتكلم طبعا عن جامعه المنصوره التخلص الامن من المخلفات، مساحات التشجير، كل دي ثقافه المفروض تكون موجوده عندنا كلنا ويجب ان احنا نطبقها حتى على مستوى الافراد. يعني احنا بنفسنا كده نقوم بنفسنا زي ما كانت جمانه بتقول، نحاول نبتعد قدر الامكان عن الحاجات اللي ممكن تضر بالبيئه على المستوى البعيد. صحيح. على اي حال خلينا نروح دلوقتي لدينا شرف مره اخرى وموجز الثامنة لأهم الأنباء، تفضل يا دينا. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني، معربا عن تقديره كذلك لاستضافة مصر اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وما تم تقديمه من تسهيلات لإنعقاد هذا الاجتماع. جاء ذلك في كلمة الرئيس الفلسطيني في ختام أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي تستضيفه مصر بمدينة العلمين الجديدة، حيث ثمن عباس رعاية القاهرة المتواصلة لجهود المصالحة الفلسطينية. ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتشكيل لجنة من الأمناء العامين لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة وضع خطة واضحة ومحددة فيما يخص الطاقة الأحفورية وكذا الطاقة الجديدة والمتجددة. وخلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تحديد المستهدفات المطلوب الوصول إليها في قطاع الطاقة حتى عام 2030 ومتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في هذا الإطار على أرض الواقع، وذلك في ضوء ما تم الإعلان عنهم من السعي للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحلول عام 2030. وتناول رئيس الوزراء خلال الاجتماع جهود الدولة في التعامل مع أزمة الكهرباء التي يعاني منها معظم دول العالم حاليا ومن بينها مصر، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات متكاملة لمواجهة هذا التحدي المؤقت. شهدت خامس جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني مناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي وقانون مباشرة الحقوق السياسية، كما ناقشت لجنة النقابات والعمل الأهلي تحديات العمل النقابي العمالي. هذا وناقشت لجنة المحليات على مدار جلستين قانون الإدارة المحلية. اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي نتيجة الثانوية العامة الدور الأول لعام دراسي 2022-2023 بنسبة نجاح بلغت 78.8% لهذا العام. هذا وستعلن وزارة التربية والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم خلال مؤتمر صحفي في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. أعلن مطار الخرطوم الدولي أن سلطة الطيران المدني السودانية قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام كافة حركة الطيران حتى 15 أغسطس باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء، وذلك بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة. هذا وتم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بعد اندلاع صراع عسكري بين جيش البلاد وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف إبريل الماضي. قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أندريا يرماك إن أوكرانيا ستبدأ مشاورات مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع بشأن تقديم ضمانات أمنية لها لحين استكمال عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وأضاف يرماك أن مسؤولين من عدد من الدول يستعدون للاجتماع في السعودية لمناقشة خطة زيلينسكي للسلام في أوكرانيا والتي تستند إلى مغادرة جميع القوات الروسية. فرض قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس عقوبات مالية وحظر السفر على قادة النيجر العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم. وخلال قمتهم الطارئة فرض قادة دول إكواس تجميد أصول على المسؤولين العسكريين الضالعين في الأحداث بالنيجر وأصول جمهورية النيجر في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها ووقف جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء فيها. ورياضيا،
تأهل الأهلي إلى الدور الربع النهائي لبطولة كأس مصر بعد فوزه على الداخلية بهدفين نظيفين في دور 16 من المسابقة. هدف الأهلي حمل توقيع كل من بيرسيتاو ومحمد مجدي أفشة، ليضرب الأهلي موعدا مع المصري بورسعيدي في دور الثمانية. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سبق وأطلقت مبادرة عنوانها أخلاقنا الجميلة. هذه المبادرة هدفها أنها تفكرنا بالقيم الإنسانية والتقاليد الأصيلة اللي كلنا تربينا عليها. يمكن الحقيقة أنه أهم تقليد إنساني هو الحفاظ على المظهر الحضاري للشارع اللي ماشيين فيه. أيضا الأماكن والمنشآت اللي بنروحها عشان نستمتع ونتفسح فيها، أعتقد أنه من غير الله أخي شاذلي حتى أن إحنا ما نهتمش بهذه الأماكن حتى عشان نفسنا، عشان لما إحنا نروح تاني وعشان غيرنا لما يروح. صحيح، والأخلاق طبعا الجميلة مطلوبة في كل شيء، حتى أن ديننا الحنيف أمرنا بكده. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا ما لنا بد من مجالسنا، هنقعد فين؟ فقال فإن كان لابد فأعطوا الطريق حقه. فالطريق الشارع ليه حق علينا، لو الناس هتقف في الشارع أو هتمشي في الشارع ليه حق علينا. النهارده موجودين مع حضراتكم مع خبيرة الإتيكيت عشان تكلمنا طبعا، نادين جاد اللي دايما منورانا في صباح الخير يا مصر، صباح الخير عليكي، عشان تكلمنا طبعا عن أهمية التوعية بالحفاظ على المنشآت والأماكن الترفيهية عند الفسح والخروجات، وإتيكيت التعامل في الشارع يكون عامل إزاي؟ يكون عامل إزاي؟ خلينا في حالنا. خلينا في حالنا، حلو ده. ونحافظ على الأماكن. يعني. حلو ده. ده. في الشارع جوه، بره الشارع جوه الشارع، خلينا في حالنا. بالظبط كده. الفكرة إن إحنا نبتدي بالولاد. بولادنا. نعمل كتالوج عشان يمشوا عليه، لان عشان ما حدش يجتهد ويحط اللمسه بتاعته او البصمه بتاعته اللي ممكن ما تكونش مظبوطه. بنعلم الولاد ان احنا ما نمشيش بسرعه وما نمشيش بطيء، دي من مبادئ خالص. يعني بلاش تقلد حد في المشي، وبلاش تمشي بسرعه جدا ولا بطيء، امشي معتدل. ما ترميش حاجه في الارض، ما تبصش في عيون الناس، خلي فيه خصوصية. في بعض الناس واحنا ماشيين في الشارع تلاقي بيبص في العيون. ده كل نقطة من دول محتاجة فقرة. طبعا انا هديلك ملخصات او خطوط عريضة بمعنى اصح. ما نبصش في عيون حد، ما نقفش، ما يبقاش في حد بيتكلم ونتدخل في الحوار. ازاي يعني؟ ما يبقاش اتنين بيتكلموا عن محل معين فانا اوصفه لهم، او بيتكلموا عن نتيجة ماتش معين فانا اتدخل، وده بيحصل كتير. بنحب نشارك، انت عارفه. انا عارفه. ولو اتسالنا على طريق او مكان ما نفتيش، انا ما اعرفش، يبقى انا ما اعرفش، بدل ما اوصف للناس وصفات لا غلط. لا ده في سؤال ده معروف، هو قال لك فين؟ ولو قال لي فين مش هسال. يعني انا مش لا هو انت عارفه الناس اللي بيقولوا هو قال لك فين، يعني ايه قرب لي يعني فتح، انا مش عارف المكان بالظبط، بس هو قال لك جنب ايه؟ ما اعرفش. هو قال لك جنب ايه؟ فانا ممكن اكون عارف اللي جنبه فاقول لك لا تروح يمين او تروح شمال. ايوه. ما تمام، احنا نعلم بس ولادنا ان احنا نحاول ان احنا نحافظ على المكان بتاعنا، نحاول ان احنا نحافظ على الشارع، ما فيش حاجه نرميها على الارض، ما نوقفش على النواصي، ما نزعجش الناس. يعني مش حكايه ان احنا بس نحافظ على الشارع، احنا كمان لازم نحافظ على التعامل ما بيننا وما بين الناس. الشارع ده بتاعنا كلنا، والبلد دي بتاعتنا كلنا، لازم نحافظ كلنا عليها. فانا ابتدي بنفسي عشان غيري يقلدني مبدئيا، ولادي واللي حواليا من الصغيرين المفروض ان انا قدوه ليهم. فحتى لو انا ما لفتش نظرهم وقلت لهم بصوا انا برمي دي في المكان المخصص، او انا فضلت، لا انا هم بيشوفوني. مش لازم اقول يعني. مش لازم اقول. فهم بيقلدوا. فانا ابتدي بنفسي. اكلت ايا كان اللي انا اكلته، او شربت عصير او ايا كان، احتفظ بالحاجه في الشنطه معايا لغايه اما اوصل لاقرب باسكت. برضو من الحاجات المهمة أن في بعض الناس بتمشي معاها متعلقات كتير جدا، يعني الشنطة والموبايل والمفاتيح وغيره وخلافه، ده غلط. المفروض أن الإيد دي تبقى حرة. ازاي ده في كده
ثلاث اربع موبايلات مع علبتين سجاير مع مديله مفاتيح مع مديله في الجيوب او في شنطه. لكن لازم ايديا تبقى حره. لنفترض قابلت حد انا لازم اسلم عليه. لو نفترض عايزه افتح باب اسانسير، باب عربيه، باب محل، باب ايا كان، لازم تبقى ايدي هقع على الارض، اسند نفسي، ما انتظرش ان حد، او انتظر ابقى شايله حاجاتي ومتلخبطه واجي اسلم على حاجه تقع وحاجه تقع وحاجه تقع. ده مش من الاتيكيت ومش من الذوق. فاحنا لازم نعرف. فانا دايما بقول ايا كان ان لازم تبقى متعلقاتنا ملمومه، وشنطنا لو احنا حتى نزلنا واشترينا شنط كتير تبقى ملمومه. النضارة الشمس، كتير بلاقي ناس بيتقابلوا مع بعض وبيسلموا على بعض وبيقفوا يتكلموا بالنضارة الشمس. لا، انت بره في الشارع اوكي، لكن كان حصل وقابلت حد لازم تقلع النضارة عشان يحصل التواصل البصري. دخلت مكان مقفول ليه اربع حيطان وسقف ايا كان لازم تتقلع النضارة. مكانها مش فوق دماغي، ولا مكانها هنا، ولا مكانها في الجراب بتاعها، في شنطتها، في الشنطة ايا كان، سواء انا راجل او ست. ما تدخلش خصوصيات غيري. ده احنا لا، ده في المترو مفتيش. مثلا ده احنا بنقرا الجرنان مع بعض. ولو حد ما خلصش القرايه معلش ارجع لي رسائل الموبايل. والتزم، انا اسف ان انا بقطعكم، هم كتير. والتزم بالطابور، سواء كان قدام الصراف الالي او في سلالم المترو او على باب الاسانسير او في السينما او في اي مكان. وطبعا احنا كل مكان المفروض ان احنا بنروحه ليه اتيكيت. يعني لو احنا رايحين متحف، رايحين مكتبه، سينما، مسرح، رايحين زياره عائليه، رايحين ناكل بر، كل ده ليه نظام. فانا مبدئيا التزم بالطابور، احاول التمس الاعذار للناس اللي حواليا، اقرا لو في اي مكان انا دخلته بيبقى فيه تعليمات يا ريت اقراها، لان انا اكيد هستفيد. هي اكيد مش معموله من فراغ دي، عشان اعرف اللي ليا واللي عليا. احاول لو رحت متحف او مكان مثلا في مشابه، يعني ما ببقاش معايا شنطه كبيره احطها على ظهري، ولا شنطه كبيره تبقى، عشان لو في تحف، لو في حاجات، وابعد عن اللمس، اشوف بس ما المسش، واتكلم بتون صوت معقول. ده اللي المفروض يكون في الشارع وفي كل حته. انا بحاول اديك نقاط مهمه في اغلب الاماكن. ناس بتزعق في المواصلات العامه، وفي ناس بتنده على بعض في الشارع. ممنوع ننده على بعض في الشارع غير للضروره القصوى، في كارثه هتحصل، حاسب او نسيت حاجه. لو عايز انادي على حد اعمل له ايه طيب؟ يعني لو شايف حد في اخر الشارع ما هو بعيد شويه. يعني لو بجد انا بستفسر بجد، لو بعيد شويه مش من الاتيكيت. الاتيكيت بيقول ما ينفعش ان احنا ننده على حد بصوت عالي. اتكلم. طيب دلوقتي حد نزل ياكل في الشارع، تمام، هو مش رايح مطعم، يعني هو معدي على محل اكل جاب اكل، هل اتيكيت ان هو مثلا ياكل قدام المحل، ياكل وهو بيمشي؟ طب انا هعمل ايه في الغلاف التغليف بتاع الساندوتش او الحاجه اللي باكلها احطها في الشنطه؟ ما هو ده ما ينفعش، ما هي يبقى كده بالنسبه لي شنطتي انا مش هتبقى نظيفه. لو هنتكلم مثلا عن الموقف ده، ايه الاتيكيت بتاعه؟ انا بعد المشوار ده رايحه فين؟ نقول شغل او ايا كان، شغل او بيت. انا لازم احافظ على لبسي، ده رقم واحد. ما ينفعش امشي ببقعه او امشي بحاجه، ومش المفروض ان انا اكل في الشارع. لا، ما احنا هقول لك على حاجه، يبقى انا التزم، يبقى معايا مناديل. خليني انا معاكي ايا كانت الظروف، انا التزم ويبقى معايا مناديل واحاول ان انا احافظ واكل بالمفروض اللي احنا كلنا متعلمينه، شفايفي مضمومه، قافله بقي، بمضغ، ما بتكلمش ولا بشرب ميه ولا عصير غير لما ببلع اللي في بقي في الاول، ولو توجه لي سؤال ببلع وابتسامه وارد. ايا كان بقى الغلاف او الكفر بتاع، انا امسك الساندوتش بايديا الاثنين، ولو ساندوتش تاني من اللي هم المدورين الكايزر شاورما او ايا كان، بمسكه بيبقوا الثلاث صوابع على الساندوتش من قدام والدول من ورا، ماسكينه بحيث ان انا ابقى لماه ما يتفشكلش مني وما يقعش محتوياته وتبهدلني. طيب الكفر او الورقه او بحاول اشوف اي كيس صغير احط فيه الحاجه جوه شنطتي، ما انا لا اما امسكه في ايدي لغايه اما اوصل لاقرب باسكت وارميه. بس انا لازم اتصرف بالطريقه دي. والايس كريم مش مستحب خالص، ان حتى لو كان بسكوته او كوبايه ان نطلع لساننا وناكله، احنا بنطلب معلقه وبناكل الايس كريم. حاسه احنا بنضرب ثوابت وبناكله بسرعه عشان ما يسحش. وما ينفعش ان انا ابقى واقفه في وسط الناس
وافضل اتكلم في التليفون، ولو جالي تليفون ابعد مش اقل من متر لثلاثة متر، وما قل ودل. في أيوة داعي للحواديت. ماشي، بس بيحصل في المواصلات العامه وفي الاماكن المفتوحه. ده ما يصحش يا فندم، احنا كده مغيبين يا شاذ. ليه احنا مغيبين؟ انا معاكي، بس واحده واحده. انزل المترو، انزل في اي مكان. أيوة، هتلاقي حد جاله تليفون مهم وهو في المترو وهو في المواصلات، يتعامل ازاي؟ لانه هيرد انا في الشارع، انا في الشارع او في المترو، المفروض حواسي تبقى شغاله. لا ينفع افضل ابقى كل انتباهي في مكالمه التليفون وبحل مشكله، ولا ينفع ازعج الناس اللي حواليا باموري الخاصه. دي امور خاصه وامور شخصيه. بعد ما يقفل تلاقي اللي جنبه بيديله نصيحه على طول. بالظبط، ما يصحش الكلام ده. لكن هو مثلا يرد، لكن بحدود مثلا. يعني انا مثلا والدي بيتصل بيا، والدي عايزين يطمنوا عليا، الو ايوه يا ماما هرد على حضرتك بعدين، انا دلوقتي في كذا. تمام. انا تمام. مقله ودل. ولكن انا ما ينفعش، انا بلاقي ناس بتحل مشاكل. بتحل مشاكل كبيره وامور ما يصحش، لا من اللائق ان هم يظهروا بالطريقه دي ولا يتكلموا في الامور دي. وما ينفعش ان احنا يبقى الناس كلها، انا ماشيه في الشارع، انا لازم تبقى حواسي مع الشارع، لازم اسمع صوت الكلاكس. ما ينفعش حتى الشباب اللي بيحطوا المزيكا في ودانهم وبيمشوا او بيبقوا سرحانين، احنا بنقعد نتريق ونهزر ونقول كانه ماشي في الجنينه. لا، في قواعد لازم نلتزم بيها، زي اللي احنا بنعلمها للاطفال الصغيرين، الاشاره حمراء، العربيات تقف، المشاة يمشوا، الاشاره بتتبدل، المفروض ان احنا نستعد، وهكذا. لكن ان انا استهبل او امشي وهزر وهرج ويبقى صوتي عالي وارمي كان مثلا في الارض بعد واشربها، ولا ازازه واشوطها، والكلام ده، طب ما في غيري هيشوفني وهيقلدني. صح. هتعجبه وهيجربها من باب الفضول. الموضوع هيبقى عادي. ففي امور اللي هي العلاقات مع الناس ومع اللي حوالينا ومع المحلات ومع البائعين وايا كان، واللي بيسوق العربيه و و و و وفي حاجات احنا بنعملها مع الاماكن نفسها، يعني زي الشارع او المسرح او السينما او او او. طيب دايما العلاقه ما بين الراجل والست واحنا بنتكلم عن الاتيكيت، لو هنتكلم بقى في الشارع. أيوة. في الاماكن العامه، في الاماكن المفتوحه، ازاي ممكن يتعاملوا؟ ناخد بالنا من حاجة مهمة هي اسمها المساحة الشخصية ولغة الجسد. احنا في الشارع كله يتأجل لينا بيت نتكلم فيه، لأن الناس بتقرا. يعني أنا ممكن من نظرة عيني وغيري كتير، يا شكلهم دبين خناقة، دول شكلهم لسه مخطوبين، دول شكلهم متجوزين بقالهم مش عارفة قد إيه، مش طايقين بعض، ده شكله. طب دي مشكلتهم ولا مشكلة الناس اللي مركزة معاهم عشان تعملوا حاجة زي دي؟ لا، دي مشكلة أنا اللي بدي الانطباع للناس وأنا اللي بوصل رسايل. أساسا المظهر ده بيوصل رسالة، لغة الجسد بتوصل رسالة والناس بتقرا. صحيح. فأنا ليه ما أعملش كنترول على ردود أفعالي؟ الراجل والست عادي يتعاملوا، سواء زمايل أو متجوزين أو أصحاب أو جيران أو إحنا عايشين في مجتمع واحد، والمرأة نزلت شغل خلاص زيها زي الراجل، وخصوصا في مجال العمل ما فيش مجال اللي هي ليديز فيرست أو الإتيكيت بيقول لأ أنت نزلتي معاه، فمش ما تنتظريش إن هو يفتح لك باب الأسانسير، أنت لو وصلتي الأول افتحي أنت باب الأسانسير. لا، طب ثانية بقى عشان دي نقطة مهمة. احنا اتكلمنا في والله يعديك العيد. انت عمرك فتحت لي الاسانسير؟ والله واحنا بنخش ده على سبيل المثال. او يفتح الباب. احنا دور ارضي، احنا دور ارضي الباب مفتوح. دور ارضي الباب مفتوح اصلا؟ ما علينا. دلوقتي لسه في معتقد انه لا، حتى يعني مش هنتكلم بقى في العلاقات، يعني مش بنتكلم على زوج وزوجه ولا بنتكلم على صحاب، لا بنتكلم على رجل وامرأة. وسيده او رجل وامراه في الشارع، حتى لو ما يعرفوش بعض، واقفين في كيو او في صف واحد، في نفس راكبين نفس وسيله المواصلات، التعامل الاتيكات ازاي يكون بين الرجل والمراه في كل الظروف دي؟ في الشارع او في المؤسسات او في الشركات او في مجال العمل نحافظ على المساحه الشخصيه. امتى نكسر المساحه الشخصيه؟ بنضطر ان احنا نكسرها في الاسانسير. المساحه الشخصيه بطول دراعي. داير داير. ما ينفعش اقرب قوي من زميل ليا في الشغل اطلب منه طلب، ولا ابعد قوي اطلب منه الطلب، يبقى في مساحه معقوله اللي هي بعد طول الدراع. اقرب من كده يبقى قريب، ابني، اخويا، جوزي، بابايا، انا اللي قربته، انا اللي دخلته مساحتي. ابعد ده زميل، عشان كده الناس بتقرا، احنا بنعلم برضو الاولاد الصغيرين كده. فالعلاقه بتكون ازاي؟ بتتكسر لما في حاله ان احنا نكسر المساحه الشخصيه في الاسانسير او في المواصلات العامه. بس مش معنى كده ان انا اكسر المساحه الشخصيه، لا، انا برضو بيبقى فيه عندي
حته ان انا اخد بالي. ومش انا لوحدي، يعني انا مثلا ساي انا دخلت اسانسير ومعايا شنط، ما ينفعش احط الشنط كلها. لا، انا لازم اعمل حساب للناس اللي معايا، وما ينفعش افضل ابص في الـ في الـ في, الـ في المرايه، ما ينفعش ان انا ولا اركز. يعني ما ينفعش مثلا احنا ركبنا الاسانسير مع بعض افضل انا بصالك او بصل شاذلي، ما ينفعش. لازم ابص مثلا اركز على لوحه المفاتيح، وما ينفعش استقبل مكالمات او اشرب سجاير او اكل في الاسانسير. اوكي، ده غير بقى الاماكن اللي ما ينفعش فيها الاكل غير في اماكن معينه او في توقيت معين، زي المسرح، زي السينما، زي المكتبه، في مكان انت لازم نخرج ناكل فيه او نشرب فيه، او المتحف، لكن ما ينفعش عمال على بطال. التعامل، انا اللي بحط الحدود الشخصيه، انا اللي بحط الناس امتى تقرب مني وامتى ياخد عليا وامتى اعمل حدود. يعني احنا اول ما بنتعرف على بعض مفيش حاجه اسمها بوس، يعني بقى في سلام واهلا وسهلا وتشرفنا، وبعدين انا فين؟ في وسط شغل. فالزمايل دي الزماله غير الصداقه غير الصحوبيه، الزماله دي علاقه لوقت معين لغرض معين ومفروض علينا، انا ما بختارش الافراد اللي فيها. فانا ما ينفعش ناخد على بعض ونشيل الالقاب من اولها. لازم يعدي فتره ومساحه لغايه اما احنا الاثنين نسمح بازاله الالقاب ونحاول نسطح العلاقات. ما فيش داعي ابقى داخله مجال جديد ايا كان وابتدي ان انا احكي عن اموري الشخصيه واحكي عن حياتي والعشم الزايد، لان احنا ما نعرفش الاشخاص وحياتنا هتستمر معاهم قد ايه. فنحاول ان احنا نفكر قبل ما نتصرف. طيب لو حد تخطى بقى الحاجات دي، يعني احنا بنتكلم على على اساس ان الشخصين مدركين تمام قواعد الاتيكات والتعامل وما الى ذلك، لو حد مش مدرك كل هذه الابعاد، سمعت حد صوته عالي، حد اخترق مساحتي، حد اتكلم باسلوب غير لائق، المفروض التصرف يكون ازاي؟ تعالي ناخدها واحده واحده. زميل بيقرب مني، ببعد خطوه ورا، قرب تاني، ببعد خطوه كمان ورا، قرب تالت، بقول له من فضلك ما برجعش. انا ما بحبش حد يقرب مني، فانا قلت اول مره عشان الفت نظره بدون احراج، قلت تاني مره عشان ممكن يكون ما اخدش باله او مشغول ومركز في اللي هو بيحكيه او اللي هو بيطلبه. لكن في حاله فعلا ان هو الصوت مش مسموع، يعني مكان فيه دوشه او صوت عالي، صوتي ما انا بس انا بشوف انا جوه ولا بره، ان دور ولا اوت دور، فانا بشوف انا فين، وعلى الاساس ده بظبط تون صوتي. هو في فرق ما بين بره في الشارع في دوشه، في خلاط، في عربيات، في ناس، في اصوات، في مكان مقفول مش مطلوب خالص ان انا اعلي تون صوتي. في نفس النقطه برضو، يعني انت قلتي ان احنا واحنا في الشارع في حاجه اسمها خصوصيه. طيب في حد عمل تصرف غير لائق وتصرف مش كويس، رمى حاجه في الشارع مثلا، رمى زباله في الشارع، هل ينفع ان انا اتكلم معاه واقول له ولا ما ينفعش؟ مش هعدل على الكون. مش وظيفتي. مش اتجاه، انما لو حد معايا اقول له طبعا. طبعا صاحبي زميلي. بس امتى وازاي؟ ما انا برضو مش صح، مش عشان احنا صحاب نبوظ العلاقه عشان موقف زي ده. انا اختار الوقت المناسب ومش قدام الناس، يعني ما ينفعش احرجه في وسط الناس. وما ينفعش اقول له بطريقه مهينه، لان ممكن يعند معايا او يتحرج او يتحط في موقف مش لطيف او يقلب الموضوع تهريج. لكن انا لما استنى او مثلا ممكن الفت الباسكت اهي مثلا، او ممكن استنى لغايه ما في وقت مناسب، اوكي، واقول له على فكره انت رميت كذا فما يصحش عشان الولاد وبياخدوا بالهم، او في مره تانية مثلا اقول له طب هات انا هرميها في باسكت قريب. بالظبط كده. لكن ما ينفعش ان انا احرجه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ لا، ده ممكن يدي رد فعل عكسي. وما نتدخلش في افعال الناس في الشارع حتى لو حد بيعمل حاجه. مش وظيفتي خالص انا ايه في الكون عشان اعدل على الناس. انا ابتدي بنفسي في الاول والمحيطين بيا المقربين، ان انا اقدر ان انا الفت نظرهم او اوجههم، وبعد كده خلاص. لكن انا اذا اتيحت الظروف زي ما شاذلي قال، اوكي، ممكن بطريقه بس يكون فيها ذوق شويه عشان ما نحرجش بعض والعلاقات ما تبوظش يعني في الاخر. اتفضلوا. احنا بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا على كل التفاصيل والمعلومات اللي قلتيها، وبنتمنى ان الناس تكون استفادت من هذه الفقره لان هي مهمه جدا. احنا بنربي اولادنا او اولادنا بيشوفوا اللي احنا بنعمله وبيقلدوه. لو انت فتحت شباك العربيه ورميت الكيس اللي كنت بتاكل فيه، ولادك هيعملوا كده تاني يوم على طول، فاعتقد انه بمنتهى التلقائيه مش هيفكروا، وانت كده ما علمتهمش. حتى لو بتعلمهم وبتعمل تصرف عكس اللي بتعلمهم، هيتعلموا اللي انت بتعمله مش اللي انت بتقوله.
برافو. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا خبيره الاتيكيت نادين جاد، شكرا ليك. شكرا. خلينا نروح لفاصل سريع، نرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. من النماذج اللي بنفخر بيها دايما علمائنا المصريين اللي بيثبتوا انهم الافضل في مختلف العلوم والمجالات، من ضمنهم العالم المصري دكتور محمود عبد العاطي اللي حصد جائزه افضل علماء الرياضيات في العالم لعام 2023 واللي بتقدمها الصين تحت مسمى جائزه تشاين جيو شاو. صحيح يا استاذ، الجائزه دي حصل عليها دكتور محمود نظرا لمساهماته في الخوارزميات الكمويه، اتمنى ان اكون قلت المصطلح صح، والبصريات وابتكار واحد من اهم المؤثرات او النظريات الرياضيه في العالم. خلينا نعرف بقى المصطلحات دي صح او لا من دكتور محمود عبد العاطي الحاصل على جائزه افضل علماء الرياضيات في العالم، تعرف منه على كافه التفاصيل. صباح الخير يا دكتور واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر والف مبروك. اهلا جزيلا. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك مبدئيا كده يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اسمها الخوارزميات. صوت حضرتك بس بيقطع يا دكتور. ايوه الخوارزمي يعني. طيب لا دكتور حضرتك بس ممكن نقف في حته فيها شبكه افضل لان الصوت بيقطع. والله يعني انا كده ده حلو قوي. كده حلو قوي. اسمها الخوارزميات الكميه ولا اسمها اسمها ايه؟ الكم يعني هي جايه من الكوانتم يعني الخوارزميات الكميه ونسبة للكم والخوارزميات نسبة للخوارزمية. هايل. في البداية طبعا حابين نعرف من حضرتك بقى كواليس الحصول على هذه الجائزة وهذا اللقب، ايه اللي حصل؟ هي الجائزة تشين شو شاو دي جائزة صينية، هيئة مستقلة بتقدم الجائزة دي تخليدا لذكرى العالم الكبير بتاعهم شاو. الراجل اللي كان ليه سهامات كبيرة جدا في مجال الرياضيات، وبيتم الترشيح لها من خلال العلماء في العالم، بيبقى في 5 ترشيحات من دول مختلفة لأي واحد، وبعدين بيصفوا الترشيحات وبيمنح واحد بس كل سنة، لازم يكون ليه نظرية باسمه أو ليه اختراع مسجل بيساهم في خدمة الرياضيات. طيب نظرية واحدة ولا مثلا عنده أبحاث كتيرة مثلا؟ هي لازم يكون عنده طبعا بحوث كتير ويكون عنده اتش اندكس عالي واستشهادات عالية، بس لازم احد الشروط ان يكون اسمه مرتبط بنظريه، يعني تمام. في نظريه مرتبطه باسمه او اسمه ذكر في نظريه. طيب هل حضرتك اللي بتقدم ولا بيتم اختيارك؟ لا بيتم الترشيح. يعني فيه العلماء يعني من المفروض ان يكون من دول مختلفه هم اللي يبعثوا الترشيح باسم الشخصيه اللي هم شايفين انه ممكن تقدم يعني. طيب يعني حضرتك تحدثت عن المعايير اللي لازم تكون موجودة عشان يتم الترشيح أصلا، ولكن في بحث معين أو نظرية بعينها اللي على أساسها تم اختيار حضرتك دكتور محمود؟ طيب يبدو أن احنا فقدنا اتصال دكتور محمود، كنا حابين طبعا نفهم أكتر منه لأن هو أكيد هيقدر يقول لنا تفاصيل بشكل أكبر عن هذه الجائزة وعن هذا الإسهام الكبير يعني في هذا المجال تحديدا. دكتور محمود حضرتك رجعت لنا مرة تانية. سامع معك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك. الجزء الأساسي اللي أنا دخلت بيه وكان أساس الموضوع إن أنا عملت فيه نظرية اسمها يانج عبد العاطي كارلو. النظرية دي حلت بعض المشاكل اللي ما كانش ليها حل قبل كده، دي كانت الأساس، إلى جانب بعض الحاجات اللي احنا عملناها في الخوارزميات. كان لنا عدد من براءات الاختراع اللي تم تسجيلها في أمريكا. الثلاث حاجات الأساسية اللي أنا ترشحت بناء عليها يعني. تمام. طيب هو الاسم يكون مرتبط بالنظرية معناه يكون النظرية تحمل الاسم فعلا؟ عشان حضرتك ذكرت يعني. دلوقتي
يعني احنا عملنا النظريه دي، احنا نشرناها من 3 سنين، والعلماء بعد كده هم بيسموا النظريه باسم الباحثين اللي عملوها يعني. طيب لو حضرتك تشرحنا طبعا بشكل مبسط يا دكتور، يعني هذه النظريه عباره عن ايه؟ هتساهم في ايه؟ تمام. المعروف في الرياضيات احنا عندنا في حاجه اسمها التفاضلات العاديه، ولكن في مع دخول الدوائر الكهربيه الدقيقه والاجهزه الدقيقه مع ظهور الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المختلفه، كان لازم نفسر حاجات اسمها هايبر فاين، اللي هي الحاجات الدقيقه جدا. فالدقيقه جدا دي محتاجه معادلات رياضيه ثانيه مختلفه غير المعادلات الرياضيه اللي احنا عارفينها. فالنظريه دي بتقدم معادله جديده في حاجه اسمها التفاضل الكسري. التفاضل الكسري يعني حاجه مختلفه خالص عن التفاضلات والرياضيات اللي احنا عارفينها. بنتمنى لحضرتك طبعا كل التوفيق في اللي جاي، وبنبارك لحضرتك مره تانية الدكتور محمود عبد العاطي الحاصل على جائزه افضل علماء رياضيات في العالم، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا شيء يدعو للفخر بكل تاكيد، ومصر الحقيقه يعني دايما بنقول انه علمائها طول الوقت مشرفينها. يمكن احنا بنحتفي وبنفرح قوي قوي لما يكون في خبر دلوقتي، مش لان احنا مش لقله ولا ندره الحقيقه علماء مصر، ولكن لانه للاسف احيانا بنشوف نماذج مفيش اي موهبه، مفيش اي اضافه حقيقيه، مفيش اي محتوى حقيقي، ونلاقيهم موجودين كتير جدا وهم اللي بيبقوا ظاهرين وموجودين، لكن هي يمكن نماذج زي دكتور محمود عبد العاطي محتاجين ان احنا نسلط دايما الضوء عليها بشكل كبير. على اي حال خيروا مع حضراتكم لموضوع اخر، والعلاقات اللي بنطلق عليها مصطلح التوكسيك او العلاقات السامه. في حياه بقى كتير مننا بعض العلاقات اللي ممكن تؤثر على شخصيتنا ومسار حياتنا، وتاثير ده بيكون تاثير سلبي، ودي بتكون نتيجه الدخول في علاقه مع هذا النوع من الشخصيات اللي هي الشخصيات التوكسيك، او زي ما قلت لحضراتكم العلاقات السامه. هذه العلاقات بشكل كبير جدا بتؤثر على كل حاجة حوالينا بقى، تؤثر على نفسيتنا وعلى طريقة تفكيرنا، ده بينعكس على شكل شغلنا وبينعكس على شكلنا وبينعكس على المود حتى أو المزاج الشخصي لينا وإحنا بنتعامل مع الناس، يعني تبقى صعبة. طبعا بكل تأكيد، لكن المهم إزاي أعرف إن الشخص ده توكسيك، وبعدين إزاي أعرف أنا إذا كنت أنا شخصيا توكسيك ولا لأ؟ ما أنا دي حاجة برضه عايزين نعرفها. كل الحاجات دي هنعرفها من الدكتورة بسنت فاروق، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك. يا دكتورة بسنت صباح الخير. صباح الفل، يا اهلا بيكي. مصطلح جديد للشخصية التوكسيك ده لسه سامعين عنه قريب، كنا بنقول عليه ايه زمان؟ طيب العلاقات المؤذية. بس هي بما انها تقريبا اخذت شكل اكبر فبقوا يطلقوا عليها توكسيك. هي توكسيك معناها سامة، بس هي ما نقدرش نقول هي سامة بمعنى يعني بالمعنى الفعلي بتاعها، لكن هو الأقرب ليها هي العلاقات المؤذية. يعني إيه كبرت يا دكتور؟ يعني ما لو هي علاقات مؤذية فالعلاقات المؤذية موجودة من زمان، كبرت إزاي؟ كبرت الناس كتير قوي بيعملوا جاجمنت على بعض، يعني أحكام طول الناس ماشية تحكم على الآخر، تصدر أحكام، يعني تصدر أحكام بمعاييرها الشخصية مش بمعايير منطقية. يعني الأنسب بالنسبة لي هو أوكي صاحبي، اللي مش أنسب بالنسبة لي فبيبقى توكسيك. اوكي، نعرفه ازاي ده؟ لا طبعا في اشارات كتير وعلامات بتبين اذا كان الشخص ده توكسيك ولا لا. اول حاجه الاثر النفسي اللي بيسيبه الشخص على الاخر، يعني لو انا مثلا كنت في علاقه ولاقيه نفسي ان طول الوقت انا متضايقه، مش مبسوطه، بحس ان بعد ما بيحصل مكالمه تليفون او لقاء او حاجه بحس اني انا لا في حاجه غلط، انا المود بتاعي اختلف. ده اول معيار. تمام. ايه تاني؟ فكمان انه مثلا ممكن نلاقي ان الشخص نفسه كثير الشكوى، كثير الشكوى. يعني مثلا طول الوقت بيشتكي، شكاي، ده علامه من علامات الشخص توريني ان ده شخص توكسيك. ليه؟ لان الحاجات دي معديه، الاشارات النفسيه او الفايب اللي بتبقى طالعه من الشخص نفسه بتبقى بتنطبع على الشخص اللي قدامي. الشكوى، الانتقاد، عدم الكفاية، طول الوقت شايفه مش كفاية، كل ما بيعمل حاجة بيصغر منها. كل حاجات المقارنات ده أكيد. خلي بالك المقارنات كمان مش ما بين شخص وآخر، ممكن يكون ما بين شخص نفس الشخص في مراحل مختلفة من حياته. خلي بالك إنه برضو ممكن يكون الشخص هو توكسيك لنفسه.
يعني مش شرط يكون ما بين شخصين. بمعنى انا مثلا انا كشخص مثلا بمارس على نفسي عبارات طول الوقت سلبيه. انا مش كويس، جلد الذات مثلا، جلد الذات او اللوم او اعاتب نفسي كل شويه او انا بغلط كتير. بس ده كويس اعتقد، لكنه بنسب زي ما انت قلت كده بالظبط. كل حاجه بنسبه معتدله هي كويس، لكن لما بنروح للاكستريم هنا ما بتبقاش كويسه. لان زي ما حضرتك قلت في اول اللقاء انها بتاثر تاثير سلبي على الصحه الجسديه كمان. صحيح طبعاً. طيب طبعاً. انا في بعض الاوقات يعني الشخصيه دي ازاي نتعامل معاها، لانه في بعض الاوقات انا مش دايما هقدر اتخلص من هذه العلاقه. برافو، لانها ممكن تكون في اقرب دايره للشخص، ممكن تكون جايه من الاسره، ممكن تكون جايه من الزوج، ممكن تكون جايه من الابناء، الاخوات، من الاخوات. برافو عليك، تمام. فطبعا دي علاقات مش ممكن اقدر اتخلى عنها، ولكن في حاجه مهمه قوي الشخص لازم يكون عارفها، الوعي. ابقى انا واعي وانا بتعامل مع هذه الشخصيات، بمعنى ان مش كل حاجه سلبيه او انتقاد او لوم يتوجه ليا اخده على انه حقيقه. طب ازاي بقى هنا؟ يعني احنا دايما نقول ان النقد او النصيحه دايما بتيجي من القريبين، هنا تسمع نصيحه جايه من اخواتك، جايه من مراتك، جايه من لا ولادك. خلي بالك من حاجه، ان الشخص اللي بيديك النصيحه هو اوريدي عنده خبرات معرفيه سابقه بي 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 من خلالها بيقيم الشخص اللي قدامه، ومن خلالها بيصدر الاحكام، ومن خلالها بيصدر المناسب واللي مش مناسب بالنسبه لمين؟ بالنسبه لي هو. صحيح، مش ليك انت. فالوعي بمعنى ايه؟ ان مش كل حاجه انا هسمعها هتبقى 100% صح. فهنا لازم ان انا اتعامل بحياديه في الموضوع، ان انا اطلع نفسي من الموضوع، انظر نظره حياديه، هل فعلا انا كنت محق في الحاجه دي؟ هل انا فعلا هو كان عنده حق؟ يعني كان بالظبط واحد صاحبي جاي بيحكي لي المشكله. بس يا دكتور ده يتطلب بيطلق عليه سيلف اويرنس، او بيتطلب وعي اصلا طبعا، ونضج في الشخصيه نفسها طبعا. يعني انا ممكن اكون شايفه ان الشخص اللي قدامي اطلق عليه هذا المصطلح الشخصيه التوكسيك او الشخصيه السامه، لانه طول الوقت هو بيقول لي انت مش في عندك مشكله، او بينتقد او او او. في نفس الوقت ممكن يكون هذا الشخص حريص على العلاقه على سبيل المثال، وانا عندي انا مشكله. ممكن يكون هو صحيح بيكرر كتير، ممكن كل ده، بس هو ممكن يكون عنده وجهه نظر في اللي بيقوله. امتى احدد ان اللي قدامي حقيقي عنده وجهه نظر، او امتى اشوف لا ده هو بيحاول ان هو يقلل مني، او ان هو بيحاول يستمد جزء من ثقته في نفسه من ان هو يقللني؟ امتى اعرف كل ده؟ زي ما انت قلتي كده، السيلف اويرنس دي مهمه قوي، الوعي بالذات دي مهمه قوي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في الكوميونيكيشن او في التواصل في قاعده اسمها القاعده الذهبيه. يعني ايه القاعده الذهبيه؟ دي معظم الناس بتطبقها، اللي هو 1 تو 1، يعني هو عمل معايا كده فانا هعمل معاه كده، فهو قال لي كده فانا هاخد الكلام بتاعه بنفس المقدار. بس في قاعده بقى برونزيه احسن منها، اللي هي بتقول ايه؟ عامل الاخر كما تحب ان هو يعاملك. فانت اصدري، بتسهل كل حاجه، بتسهل كل حاجه. انت من خلال تعاملاتك مع الشخص التوكسيك اللي قدامك مثلا بتكبريه ان هو يتعامل معاك بنفس الطريقه. طب مع ده ما وصلش مثلا، تبقى المواجهه. يعني ايه المواجهه؟ يعني اقول له والله انا الطريقه اللي انت بتعاملني بيها دي، انا فاهمه ان انت حريص على العلاقه، لكن مش انسب طريقه تتعامل بيها معايا، انا بحب 1 2. طب هل في اي نوع من اوجه التشابه ما بين الشخص المكتئب والتوكسيك؟ بص، هو خلينا نتفق اتفاق. الشخص المكتئب بمعنى البيرسوناليتي تايب بتاعه، نمط الشخصيه بتاعه غير الديس اوردر تماما. ديس اوردر اللي هو الاكتئاب كاضطراب، هو ليه انواع كتير مختلفه. احنا في ناس كتير قوي 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 مصابه بالاكتئاب وعايشه وسطينا، وهم ممكن ما يكونوش عارفين ان هم عندهم اصلا اكتئاب. الاكتئاب الباسم. يعني ايه الاكتئاب الباسم؟ يعني انت تشوفيه صباح الخير وبيبتسم وكل حاجه، لكن هو من جواه بيروح بيته بيلبس عبايه الاكتئاب، هو مريض اكتئاب. ولكن احنا بنتكلم على الشخصيه الاكتئابيه. يعني بس نوضح بس، يعني ايه بيلبس عبايه الاكتئاب؟ يعني بيفكر، يعني بيخش اوضته بقى ويتقوقع حوالينه، ياخد كل الصفات او السمات بتاعه الديس اوردر نفسها، اللي هو بينسحب من اللقاءات الاجتماعيه. يعني مثلا هو بينزل الشغل بس عشان هو ده مكان بيحافظ عليه، تمام، لكن في بقيه اليوم بتاعه هو متقوقع حوالين نفسه، مش حابب ينزل مع اصحابه، حياته الاجتماعيه بقت منغلقه. طب الكلام ده مثلا هل ممكن نحكم على اسبوع؟ لا، الكلام ده لو مستمر معايا شهور. طب دكتور، في شخصيات بقى تانية؟ في
بس ردا على كلمه الشخصيه الاكتئابيه، هل ممكن هي تكون توكسيك؟ الشخصيه الاكتئابيه هي اللي بتصدر طول الوقت الشكوى والتذمر طول الوقت، واللي هو مش عاجبها حاجه والكلام ده كله. هنا انا لازم انا يعني عندي من الوعي اني انا اميز انه ده التايب بتاعه كده، مش طبيعه العلاقه هي كده. هي دي بقى جزء من سؤال حضرتك. اتفضل. في اشخاص طول الوقت لما بيبقى عندهم مشكله مثلا لازم الدنيا كلها تزعل معاهم، يعني ما ينفعش حد يعيش مش زعلان. انا عندي مشكله دلوقتي هنزعل كلنا لغايه ما المشكله دي تتحل. طول الوقت زي ما بنقولها كده شكاء بكاء، انت يعني مش حاسس بيا طول الوقت. انت مش مقدر، انت مش حاسس، انت مش عارف. دي شخصيه. في نوع تاني من الشخصيات، الشخصيات اللي طول الوقت دور ضحيه. انا طول الوقت مجني عليا، انا طول الوقت شخص معطاء ومحب للناس جدا بس محدش بيقدرني، ومشكلتي ان انا قلبي طيب. الشخصيات دي انا بشوفها بالنسبه لي انا متعبه جدا جدا بالنسبه لي. ممكن الشخصيات تانية تبقى فاين يعني بيعرفوا يتعاملوا معاهم، بس انا بشوف ان ده نوع من انواع الشخصيات التوكسيك، لان طول الوقت بيلقي عليكي اللوم ان انت لازم تعملي مجهود زياده، انت مش عارفه هو فين بس هو في مجهود لازم يتعمل. بصي هقول لك على حاجه، في علم النفس لما بنيجي نتكلم على الشخص ما بنقول انت عايش في مجتمع، هتلاقي فيه الشخصيات السامه والشخصيات الكئيبه والشخصيات المضطربه، وهتلاقي كل الانواع من الشخصيات. انت دورك ايه؟ دورك انك تحمي نفسك من تاثير هذه الشخصيات على شخصيتك، ده دورك، مش ان انا اعدل سلوكياته. اعرف اتعامل مع الشخص ده ازاي، اخد منه ايه، واحمي نفسي منه ازاي. لازم اتعلم حمايه نفسي. في لفظ حضرتك قلتيه كلنا، كلمه كلنا دي اصلا تشوهات معرفيه بمعنى التعميم. لازم كلنا نبقى زعلانين، كلنا نبقى طبعا. دي مبدئيا كده لما تلاقي الصفه دي ظهرت دي معناها ان في حاجه غلط، هو اصلا ما ينفعش يبقى كلنا واحد. طيب طبعا. هل في حد جالك قبل كده وكان جاي يشتكي لك مثلا من علاقته بحد توكسيك من افراد الاسره واكتشفت ان المشكله عنده هو؟ ده كتير. لا عنده هو مش نفس المشكله، بيبقى عنده هو ضعف في جوانب اخرى في الشخصيه. انما بيشتكي من افراد الاسره لا كتير. اذا كان اب، اذا كان ام، اذا كان اخ. طبعا بنشوف ده، بنشوف الام المسيطره بدرجه ان هي اوفر. تعرف احنا دايما نقدر نعتزل ما يؤذينا طالما هو بعيد، انما طالما هو معايا في نفس البيت ف اسمع بتراحم. اسمع بتراحم يعني ايه؟ يعني ايه برضو هنلاقي اهم بوينت اتكلمنا فيها النهارده، السيلف اويرنس او الوعي بالذات. يعني ايه اسمع بتراحم؟ يعني اكيد ماما دي القاموس بتاعها مقتصر على حاجه معينه، التربيه هي اخدتها ما هياش مثلا تقدر ان هي يعني ادراكها معلوماتها صح، صحتها كل ده لازم اسمع بوعي. انا رد الفعل بتاعي انا هنا اللي بعول عليه، بتنرفز وبتعصب وبغضب ولا بسمع بتراحم؟ يعني باخد الموضوع، ماما انا ملاحظ كذا وده اثر عليا وحسيت ان مشاعري مثلا انجرحت لما انت مثلا كلمتيني قدام صحابي بالطريقه دي، انا محتاج منك يبقى في مساحه خاصه ما بيني وما بينك نتكلم برايفت فيها مع بعض. اتكلم اقول ولكن ما احكمش، ما اقولش دي لا دي هي مش بتحبني، هي دايما تتعمد ان هي تهني، لا. طيب في برضه مصطلح بقينا بنسمعه كتير جدا في الايام اللي فاتت وفيديوهات بقى. الشخصيه النرجسيه. النرجسيه كيفيه التعامل مع الشخص النرجسي، كيف تقتل الشخص النرجسي معنويا، وفيديوهات كتير جدا. في حتى فاكره شفت شانل اسمها حتى يضحك، يعني بجد يوميات زوجة رجل نرجسي ده بجد. اشمعنى رجل يعني؟ ممكن تكون هي صح؟ نفس المشكلة عندها هي وده اسقاط على الرجل. بالظبط. بجد الموضوع خد يعني منحى اكبر بكتير، وبعدين حاسه ان احنا المصطلحات كترت قوي مؤخرا. كان في بركه ايام ما كنا بنقول شخصيه سامه مش عارفه وبس، كنا واقفين عند السامه. ايه اللي حصل؟ ايه سمات الشخصيه النرجسيه؟ والتعامل معها ايه؟ وهل كلنا فينا جانب نرجسي اصلا ولا لا؟ هو طبيعي لازم يكون في كل شخص فيه جانب نرجسي، بس احنا كل حاجه فيها الجوانب الصالحه وجوانب الطالحه، بمعنى انه قد تكون الشخصيه النرجسيه دي مهم ان انت تكوني معتزه بنفسك وبتشتغلي على نفسك وبتطوري وبتحبي نفسك، ده حب النفس ده امر الهي يعني طبعاً. مش انانيه خالص. طبعا. شفتي انا قلت ايه؟ مش انانيه خالص، النرجسي يتمتع بالانانيه الطاغيه.
وخلي بالك كمان ان كتر استخدام لفظ النرجسي 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 ده خلينا نشوف انه المتلقي او المتعامل مع هذا الشخص ما هو كمان ممكن يكون جادجمنتال زياده عن اللزوم، مش بيعجبه العجب، يعني طول الوقت عمال يحكم على الشخص اللي قدامه وهو ممكن يكون هو مثير للنرجسيه اللي جوه الشخص اللي قدامه، ان هو كنوع من حمايه النفس ممكن تظهر كنوع من حمايه. طيب شخص دايما عايز كل الناس تتكلم عنه سواء المحاطين بيه او يعني دايما يبقى مسار الحديث دايما بيسعى لجذب الانتباه، ده توكسيك ولا مش توكسيك؟ بيأذي اللي حواليه؟ لا بس هو عايز الناس تتكلم عنه خلاص. بنسبة قد ايه يعني طول الوقت؟ لا هو حياته كده، هي حياته كلها يعني ممكن يكون بيتدخل عشان يساعد حد عشان الناس تقول ان هو ساعد، بيعمل شغل في المكان عشان الناس تقول لا ده ظاهر ده باين. ما هي دي علامه حياته بقى من هو عايز علامات انتباه، بس دي علامه من علامات اللي توضح لي ان ده شخص توكسيك او يعني مؤذي بلاش سام، انما اللي حواليه بقى هنا لازم بيكون يعرف يتعاملوا معاه، اللي هو كات يعني اللي هو مثلا لو هو في مكان او حاجه وبيستحوذ على كل الكلام فممكن حد يعمل مداخله تانية. طب بس انا عندي راي مثلا، ممكن عايز اعرض الراي بتاعي، يعني بمعنى ان ما نسيبلوش الساحه خالص ليه هو بس يعني. انت مش لوحدك، ممكن اخده بناحيه بوزيتيف شويه او ناحيه ايجابيه انه بيعمل خير، طب ما اعمل خير انا كمان مثلا. بس هل مثلا ان انا اعلن عن هذا الخير ولا انا من جوايا ساتسفايد باللي انا عملته؟ يعني طول الوقت ما احطش نفسي في مقارنه مع هذه الشخصيه. طيب اخيرا يا دكتور، فكره انه الشخص اللي يمكن النمط اللي الشاذلي كان بيسال حضرتك عنه، احيانا بيبقى الشخص فيه عيب او مشكله ولكن بيبقى فيه حاجات كمان تانية كويسه. طبعا امتى او ايه العيوب اللي ما ينفعش حتى لو في مليون جانب تاني كويس ما ينفعش اتعامل مع هذه الشخصيه وهتكون بكل تاكيد توكسيك؟ هو الكذب. هو الكذب دي صفه، دي صعبه جدا ان هي ممكن تتعدل فتعديل السلوك، بس لازم يكون شخص مدرك ان هو اصلا يتمتع بهذه الصفه. مشكله لو هو اصلا بيكذب وبيكذب على نفسه كمان، فدي بتاثر تاثير طبعا سلبي. الكذب دي حاجه ما صعب شويه من صفات التوكسيك كده. طبعا طبعا. لا هو مش من صفات، هو الامبريلا يعني، هو الامبريلا الاساسيه اللي بيتمتع تحتها. صحيح. يمكن زي ما كنا بنتكلم يا دكتور، الحقيقه في علاقات في حياتنا احنا من ساعه ما بقينا عمالين نفنطها ونقسمها ونحط اسامي ونحط مصطلحات صعبنا الدنيا قوي على نفسنا. بكل تاكيد زي ما كان شاذلي بيقول اعتزل ما يؤذيك، وفي بعض الاوقات لا مش لازم تعتزل ما يؤذيك ولكن تخد جنب مما يؤذيك، لانه في احيانا شخصيات لازم تكون موجوده في حياتنا. ولو قعدنا نعتزل كل ما يؤذينا هنخسر ناس كتير جدا، فمش للدرجه دي. وفي شخصيات زي ما حضرتك قلتي الكدابه ما ينفعش تكون موجوده في حياتنا. فانا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور بسنت فاروق استشاري الصحه النفسيه وتعديل السلوك، بشكرك يا فندم على كل هذه الايضاحات. شكرا جزيلا يا فندم. ميرسي. ادينا ميعاد موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك يا شاذلي. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني، معربا عن تقديره كذلك لاستضافة مصر اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وأما تم تقديمه من تسهيلات لإنعقاد هذا الاجتماع. جاء ذلك في كلمة الرئيس الفلسطيني في ختام أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي تستضيفه مصر بمدينة العالمين الجديدة، حيث ثمن عباس رعاية القاهرة المتواصلة لجهود المصالحة الفلسطينية. ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتشكيل لجنة من الأمناء العامين لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرى مناقشتها بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية. طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة وضع خطة واضحة ومحددة فيما يخص الطاقة الأحفورية وكذا الطاقة الجديدة والمتجددة. وخلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، شدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تحديد المستهدفات المطلوبة الوصول إليها في قطاع الطاقة حتى عام 2030 ومتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في هذا الإطار على أرض الواقع، وذلك في ضوء ما تم الإعلان عنه من السعي للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة
من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحلول عام 2030. وتناول رئيس الوزراء خلال الاجتماع جهود الدولة في التعامل مع أزمة الكهرباء التي يعاني منها معظم دول العالم حاليا ومن بينها مصر، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات متكاملة لمواجهة هذا التحدي المؤقت. شهدت خمس جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني مناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي وقانون مباشرة الحقوق السياسية، كما ناقشت لجنة النقابات والعمل الأهلي تحديات العمل النقابي العمالي. هذا وناقشت لجنة المحليات على مدار جلستين قانون الإدارة المحلية. اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح بلغت 78.8% لهذا العام. هذا وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم خلال مؤتمر صحفي في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. أعلن مطار خرطوم الدولي أن سلطة الطيران المدني السودانية قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام كافة حركة الطيران حتى 15 أغسطس باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء، وذلك بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة. هذا وتم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بعد اندلاع صراع عسكري بين جيش البلاد وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف إبريل الماضي. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتعزيز التعاون مع الفلبين في مجال الأمن البحري من خلال تبادل المعلومات وإجراء تقييم للتهديدات وبناء قدرات خفرز السواحل. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بعد اجتماع مع رئيس الفلبيني فرديناند ماركوس في مانيلا، حيث من المقرر أن يكون هناك أيضا اجتماع مع غرفة التجارة الأوروبية بالفلبين. ورياضيا، تأهل الأهلي إلى الدور الربع النهائي لبطولة كأس مصر بعد فوزه على الداخلية بهدفين نظيفين في دور 16 من المسابقة. هدف الأهلي حمل توقيع كل من بيرسيتا ومحمد مجدي أفشة، ليضرب الأهلي موعدا مع المصري بورسعيدي في دور الثمانية. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم. بكل تأكيد كلنا متابعين اللي حصل من تجنيس للاعب المصري مروان الشرباجي، سيناريو بيتكرر مرة تانية بعد واقعة أخوه محمد الشرباجي، وده اللي خلينا نسأل هل ده قرار شخصي من جانب اللاعب؟ هل في اعتبارات عائلية في اتخاذ هذا القرار؟ هل كمان في جوانب أخرى إحنا يمكن ما نعرفهاش يا جمال؟ صحيح شاذلي، دي نقطة مهمة جدا، خلينا نعرف كل التفاصيل وكل الجوانب دلوقتي حالا من الأستاذ عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للسكواش اللي موجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير يا فندم وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم ايه التفاصيل، هل في كواليس في موضوع مروان احنا ما نعرفهاش؟ هل في تفاصيل غايبه عننا؟ لا والله، هو الموضوع زي ما حضراتكم على طول كده، هو قرار شخصي وقرار خاص، وهو امبارح كلمني وانا قلت كده في كل المداخلات اللي امبارح جات لي انه هو قال لي انا فاضل لي وقت صغير يعني وهبطل سكواش، فعايز امن مستقبلي وعايز، وانا اصلا بعيش في انجلترا مده طويله قوي، فانا عايز استقر هناك يعني، فده هيخليني ان انا ابقى عايز العب مع اخويا، مع اخو محمد، وهم بيتمرنوا مع بعض يعني، ف
هستنى هناك هقعد في انجلترا، واحتمال كبير ان والده ووالدته يجوا يروحوا يقعدوا معاهم يعني يقعدوا على طول يعني. فالاسره كلها ممكن تبقى يعني مقيمه في المملكه المتحده حاجه زي كده. ده كل يعني الموضوع ما فيه ان هو حب ينهي مشواره الرياضي بهذا الشكل. بالظبط. طيب انتوا كنتوا عارفين القرار ده من بدري ولا لسه؟ لا طبعا لسه عارفينه امبارح. طيب لم يصرح به احدا يعني. طب خلينا نعرف من حضرتك برضو يا استاذ عاصم، يعني من جانب اخر، هل في تحديات في اتحاد السكواش بتخلي انه اللعيبه تتصرف بهذا الشكل او تتجه لهذا الاتجاه؟ لا، هي التحديات موجوده في كل وقت، بس انا يعني لو عايزاني اعرض اشوف اقول لك ايه اللي بيحصل. لعيبه السكواش دول بيتعرضوا للسفر للخارج من هم في سن صغيره جدا. يعني سن صغيره جدا يعني من بعد 11 سنه مثلا. بيبقى بيسافر وبيحضر بطولات، بيروح يلعب ماتشات، وبيعرف يعتمد على نفسه ازاي، وحاجات كتيره قوي بتحصل له من وهو في حداثه السن. الموضوع ده بيخلي عنده السفر حاجه يعني مرغوبه ومحبوبه، ويحب ان هو يمارسها، يحب ان هو يجربها، يحب ان هو يعني تكون موجوده جوه تجربه حياته يعني. بخلاف هذه النقطه يا فندم، في اي تحديات اخرى؟ في دايما التحديات موجوده يعني، مفيش تحديات يعني بالمعنى اللي انت ما عنديش حاجه اقولها يعني في الاتجاه ده. طيب في دعم طيب بيقدم من الاتحاد للعيبه؟ يعني الجمهور لما استقبل هذا الخبر يا فندم، خبر التجنيس، سمحت لي يعني شايفين ان دي يعني الواقعه الثانيه؟ لو سمحت لي يا فندم. بص حضرتك، انا بس عايز افهم حضرتك حاجه، بلاش نسوق الموضوع لانه الدعم مش عارف. احنا بس عايزين نفهم، انا بقول لحضرتك الجمهور الكلام ده لو يعني عايزين نقوله بالعافيه، لا هو مش لا خالص مش موجود. لا ابدا يا فندم، أنا خالص مش عارف يا فندم. احنا بس بنوضح، هل الاتحاد يقدم الدعم اللازم للعيبه ولا لا؟ ده سؤال. لا ما يعني بص حضرتك، اللي حصل لمروان ده ليس نتيجه دعم ولا عايزه نتيجه اي نوع من انواع ان هو ناقصه حاجه. طب هو ده عظيم جدا، مش ناقصني حاجه. تمام، أنا جدا عايز اخد التجربه دي بس. طيب هي لي فندم، الموضوع ملوش اي علاقه خالص بان احنا يعني احنا جهه محايده تماما. احنا بنحاول نعرض الموضوع بمنتهى الحياديه، ده كل ما في الموضوع، فبنحاول بس نوصل للناس منعا لاي جدل او منعا لان اي حد يخرج باي خبر مش موثق. يعني هي دي بس الفكره. كلها جايز انا فهمت غلط يعني. طيب الجمهور بقى يا فندم على السوشيال ميديا، اكيد حضرتك متابع وشايف الموضوع ده، الجمهور يمكن قلق شويه لما شاف هذه الواقعه، بما ان طبعا في واقعه قبل كده بتاعت اخوه، خايفين لا يتكرر هذا السيناريو. والله احنا هنحرص ان عدم تكرار هذا السيناريو، ونشوف احنا بنتكاتف مع اي جهه. يعني احنا بقول لك ان احنا عايزين مثلا الجامعات تقدم لنا منح دراسيه علشان الولاد بيسافروا ويقعدوا بره نتيجه ان ما عندناش منح دراسيه. تمام. موضوع الجامعات ده موضوع مهم جدا، انها تقدم منح دراسيه للاعيبه السكواش، لانهم هم بياخدوا الموضوع ده كيقول لك انا عايز ادرس بره. فلما بيدرس بره ده بيبقى عرضه لان هو يسافر وما يرجعش يعني. فاحنا نوفر لهم احنا الموضوع ده. مثلا. طب يا فندم، بما ان حضرتك معانا دلوقتي، في اي رساله حضرتك حابب توجهها في اي نوع من انواع النقاط؟ على سبيل المثال زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي المنح الدراسيه، تحب ان 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 تستعرضها معانا دلوقتي عشان نقدر نواجه هذه المشكله وما حتى يعني نبتدي من بدري؟ اعتقد المنح الدراسيه من اهم الحاجات، التحديات لو انت بتسميها تحديات، التحديات اللي بتواجهنا في اتحاد السكواش منح الدراسيه على كليات القمه، يعني مش على اي كليات، كليات القمه يعني. دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. بس المنح الدراسيه بس؟ المنح الدراسيه دي اهم حاجه، مش محتاجين حاجه تانية مثلا؟ لا الحمد لله احنا يعني عندنا نقدر نواكب الامور بكل ظروفها، لكن المنح الدراسيه دي احنا عايزينها تكون بطريقه واضحه وطريقه
كويسه نقدر ان احنا نعتمد بيها على انه يبقى ده اغراء. صحيح، لازم يكون في تكاتف كمان يا فندم ما بين وزاره الشباب والرياضه، تكاتف مع موجود والله الجامعات موجود. كمان يا فندم موجود مع الكليات موجود المختلفه كلا. عشان يحصلوا على هذه المنح وبالتالي نمنع من تكرار هذا السيناريو مره ثانيه. احنا عندنا لعيبه متفوقه جدا في هذه اللعبه ومميزين ومصنفين عالميا كمان، وده كله من جانب حرصنا فقط على ان اللعيبه دي تفضل موجوده في مصر وتلعب باسم مصر ويفضل الجمهور المصري فخور بيهم. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عاصم خليفه رئيس الاتحاد المصري للسكواش، شكرا جزيلا ليك. شكرا يا فندم. لسه كلامنا عن الرياضه مكمل، والنهارده جماهير الكره العربيه تترقب قمه عربيه بين نادي الزمالك ونادي الشباب السعودي على استاد مدينه الملك فهد، ده هيكون ضمن منافسات الجوله الثانيه من المجموعه الثالثه بدور المجموعات بالبطوله العربيه. طبعا هنتكلم عن استعدادات الفريقين للمباراه، خصوصا الزمالك اللي اكيد بيامل انه يكسب هذه المباراه عشان يضمن التأهل للدور الثاني من البطولة. كمان هنتكلم عن مباراة الأهلي والداخلية اللي انتهت امبارح بتأهل النادي الأهلي لدور الثمانية من كأس مصر بعد فوزه بنتيجة 2-0. هنتكلم عن المباراتين مع ضيفنا في الاستوديو عمر سلامة الناقد الرياضي. عمر صباح الخير عليك. صباح الخير عليك وبرحب بيكم وبرحب بكل الناس اللي بتتفرج علينا. يا اهلا بيك. في البداية ندخل على طول على استعدادات نادي الزمالك لهذه المباراة. بكل تأكيد الشباب السعودي مباراة مش هتكون سهلة على الإطلاق على نادي الزمالك، وبحسب الترتيب كده المباراة في صعوبها، فاحنا قلنا فعلا الاتحاد المنستيري الأسهل، بعد كده الشباب، وبعد كده ليفل وحش بقى النصر بقى. طبعا يا ماتش مش سهل بالنسبة للزمالك والجمهور الزمالك بشكل عام، جمهور الزمالك اللي سافر مع فرقته من مصر هنا عشان يحضر البطولة العربية من أولها. البطولة العربية بالنسبة للزمالك يعني هي حلم، هيحل أزمات كتيرة جدا 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 لنادي الزمالك، يعني اللعيبة ومجلس الإدارة، مجلس الإدارة بالذات لأن هو اللي هتلاقيه حاطط الموضوع ده قدام عينه. 6 مليون دولار، يعني 6 مليون دولار دول لو دخلوا ادفع كل الغرامات اللي عليه، ادفع بقى ال 1 مليون ونص اللي على شيكابالا اللي هم بتوع سبورتنج لشبونه، غرامه القيد، ما هي القيد مقفول بسبب غرامه شيكابالا بتاع سبورتنج لشبونه وغرامه اتشمبونج كمان، فانت عندك غرامتين، هتدفع الغرامتين دول تبدا تجيب لعيبه. الزمالك حتى الان ما اعلنش عن اي صفقات جديده خالص بسبب ايقاف القيد. في لعيب جديد ممكن يظهر مع الزمالك النهارده اللي هو اوباما، لان هو انتهت فتره اعارته، وكانت البطوله الدوليه الزمالك اعلن امبارح ان هي وصلت للنادي وتم تقييده محليا، فيقدر الزمالك يشارك بأوباما النهاردة. طبعا هي مجرد إعارات رجعت للنادي، بس الزمالك مش قادر يعمل صفقات جديدة بسبب موضوع إيقاف القيد ده. المباراة مش هتبقى سهلة بالنسبة للزمالك. الزمالك بدأ أول مباراة قدام الاتحاد المنستيري بقوة 4-0، كان عامل أداء كويس جدا والجمهور كان عامل شغل كويس جدا مع الفريق. كانوا قاعدين في الاوتيل اليومين اللي فاتوا دول مع النصر، وحصلت حتى في بعض الناس صور، قالت ده غير الصور حصل بقى مناوشات مع كريستيانو، الناس كلها عايزه تتصور مع كريستيانو. حتى كان في كلام اتقال، يعني كان على يلا كره اتقال ان كان في عضو مجلس اداره في نادي الزمالك عمل مشكله بسبب ان هو عايز يتصور مع كريستيانو، وحتى الموضوع كان كبر، وكان الموضوع ان الراجل ده كان لازم يرجع مصر، وكانت قصه كبيره يعني، لان بالنسبه لهم الناس دي احنا بنشوفها في التلفزيون، فاحنا قاعدين معاهم في نفس الاوتيل، فكانت بالنسبه للاعيبه الزمالك حاجه كبيره جدا يعني. فنتمنى للزمالك ان هو يقدر النهارده يعدي المباراه دي، لان هو هيسهل عليه عشان ولازم حاله الانبهار دي تنتهي، لانه هياثر على اللعيبه. ده كده كده بالظبط، يعني هو لو تفتكر في كاس العالم مباراه السعوديه والارجنتين، كان هيرفي رينال مدرب المنتخب السعودي نزلوا له بين الشوطين الكلام اللي قاله للعيبه، قال لهم انتوا لو نازلين تتصوروا مع ميسي فخلاص، يعني احنا خلاص اتصورنا معاه، فاحنا عايزين نلعب ونقدم اللي احنا عايزينه بحيث ان العالم كله يحترمنا. وبالفعل السعوديه كسبت المباراه يعني، والدنيا كلها اتكلمت على المباراه دي. فانت انا مش عايزك تنبهر، هو يعني مش هقول لك لعيب زيه زيك، اكيد الليفل مختلف والموضوع مختلف تماما يعني، بس يعني هو مش هو طبعا اسطوره كره القدم، بس اقصد لا ما اقصدش، اقصد انه الموضوع مش معجزه يعني، ده راجل اشتغل على نفسه عشان يقدر يوصل للمرحله دي، فمحتاج ان حضرتك بجانب انت تتصور معاه خليه قدوه بالنسبه لك واعمل زي قدوه بالظبط، يعني أو كلمة يعني لو اللعيبه خدت الحته دي وشافت الراجل ده قدوه، هو اولا بس يعدي الشباب الاول، فانت ما تبصش للنصر لان هي المباراه الثالثه، وبعد كده سيب الشباب دلوقتي اكسب النهارده بحيث ان انت تسهل مباراه النصر عليك. النصر حتى الان مش مقدم الكره القويه جدا بالنظر للصفقات القويه جدا اللي معموله، عكس شويه الاتحاد انا شايف اتحاد جده يعني في روح اكتر شويه، اللعيبه بتادي بشكل افضل شويه. شفنا امبارح الفوز اللي كسبوه بنزيما للمباراه الثانيه على التوالي، بيسجل طارق حامد
اتعرض لاصابه كانت قويه جدا امبارح برده في المباراه، لعيب راجل جدا يعني، جراحه ربنا يشفيه عليه، لعيب راجل جدا جدا يعني، ونونو سانتو معتمد عليه بشكل كبير. مدرب اتحاد جده كان في كلام كتير ان هو ممكن يمشي، بس اعتقد ان هو بنسبه كبيره الراجل معتمد عليه. كان بيلعب بكانتي وطارق حامد جنب بعض، انت متخيل يعني؟ كان بيديله تعليمات كمان، شفت؟ انا شفت الفيديو بتاع طارق حامد هو بيدي تعليمات لكانتي. فانت يعني لو 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 تتخيل ان الموضوع ده من سنتين ثلاثه، ان انت ممكن تصحى تلاقي اللعيبه دي كلها موجوده جنبك كده، وان اللعيبه المصريين في البطوله العربيه يعني، وفي البطوله العربيه وطارق حامد هو اللي بيدي تعليمات لكانتي. فالموضوع يعني بالنسبه لك لا يصدق بصراحه، يعني ان انت تشوف كم اللعيبه دي وكم الفلوس اللي بتتصرف على الدوري السعودي عشان يتحط في حته معينه، يصعب عليك بقى نفسك هنا واللي تشوفه. مش هقول لك اصرف، مش هقول لك ادفع، لان احنا مش هنبقى معانا نفس الامكانيات دي هنا في مصر، بس هقول لك دير بشكل صح يعني. يعني انا اللي عندك بالظبط يعني، انا بشوف مثلا ان الزمالك دلوقتي هو احنا نفسنا الزمالك يكسب، ونفسنا ان الزمالك ياخد البطوله العربيه، بس الزمالك هيحط نفسه في موقف صعب جدا السيزون اللي جاي. انا بشوف دلوقتي ان قرار الاهلي في الانسحاب من البطوله العربيه هو قرار صح. انت عندك الزمالك هيلعب 3 ماتشات بقوه جدا، ممكن بنسبه كبيره ان شاء الله يصعد، ويلعب بعد كده الرابع، وممكن يصعد يلعب الخامس لحد ما يوصل للمباراه السادسه في الفاينل. انت بتلعب مباراه واحتكاك قوي جدا، هترجع على مصر اولا هتلاقي معسكر للمنتخب، بعد كده هتلعب ماتشات ممكن الكاس، الكاس الجديد، الكاس اصلا القديم اللي هو بتاع السنه اللي فاتت اللي قالك هنلعبه السنه اللي جايه، اللي هو الاهلي لعب فيه ماتش امبارح من دور ال 16 والزمالك في قبل النهائي فيه، يعني الزمالك سيمي فاينل والاهلي بيلعب امبارح دور 16 وهيلعب يوم الخميس اللي جاي دور 8 عشان يوصل سيمي فاينل ويلعب انبي بقى اللي موجود في السيمي فاينل دلوقتي. فانت عندك شويه كركبه في الاداره الرياضيه عندك مصر هنا هي اللي بتعمل لك المشكله. يعني مش بقول لك قارن بقى بينك وبين الدوري السعودي والمصاريف والكلام ده، بس يبقى عندك بس شويه اداره في الرياضه في مصر هنا هتنقلك في حته ثانيه. طيب نادي الزمالك هيستعد ازاي للمباراه اللي جايه؟ اولا احنا شفنا تصريحات اوسوريو امبارح بيتكلم على المباراه، بيقول لك انا مش هغير اي حاجه في تشكيلتي، انا هلعب بنفس السيستم والشكل اللي انا لعبت بيه. ما اعتقدش ان هو هيبدا باوباما او هيدخله بشكل اساسي في المباراه دي، لان اوباما لسه راجع مع الفريق ولسه ما بقالوش فتره طويله قوي بيتدرب مع الفريق. اوسوريو بيعتمد على طريقه مختلفه شويه عندنا هنا في مصر، دايما كان الناس بتشبهه بنفس طريقه لعب جوارديولا بره، يعني مع فرق الامكانيات طبعا عن الفريقين، بس هو بنفس بيلعب بنفس الشكل بتاع جوارديولا. اعتقد هيعتمد على نفس الاسلوب ونفس الطريقه وتقريبا نفس الاسماء اللي لعبت المباراه اللي فاتت، لان هم عملوا اللي عليهم وزياده. بنشوف امبارح يعني بعض الاخبار يعني بيقول لك ان بنزيما تساوى مع سيد نيمار، يعني سيد نيمار جايب هدفين بتاع الزمالك، لان هو جايب هدفين في اول مباراه، بنزيما جاب هدف في اول مباراه وهدف ثاني مباراه، فتساوى معاه في الاهداف. فانا زي ما بقول لك انت بتشوف اخبار عجيبه اليومين اللي فاتوا دول بالنسبه لنا هنا. فانا اعتقد ان الزمالك هيلعب بنفس الاسلوب ونفس الطريقه اللي لعب بيها مباراه الاتحاد المنستيري، لان هو كسب بنتيجه كبيره 4-0. مباراه النهارده هتبقى زي ما انت قلت في البدايه ان الليفل بيبقى بيعلى معاك واحده واحده، هتبقى الليفل اعلى شويه النهارده عن مباراه الاتحاد. الاتحاد كان مغير لعيبه كتيره، كان عامل حوالي 8 صفقات تقريبا، الاتحاد المنستيري كان مستغني عن لعيبه كتير، مدرب جديد، فالليفل اعتقد في مباراه الشباب هيبقى اعلى شويه، بس اعتقد ان سيستم الزمالك هيبقى هو السيستم اللي لعب بيه اول مباراه يعني. طب ده بالنسبه للزمالك، بالنسبه للشباب يعني كمان هو حتى المدرب اتغير، دي حقيقة. ايه اللي هيحصل يعني، دي ازاي هتؤثر على الشباب؟ الشباب لو خدنا بالنا هو تعادل في اول مباراه مع النصر، فهو الشباب هيبقى نازل يعني متحفز اكتر للمباراه دي، لان هو هيبقى عايز يكسبها، لان الشباب لو خسر النهارده فهو بنسبه كبيره جدا جدا، لو النصر كسب الناحيه الثانيه في مباراته مع الاتحاد المنستيري فبنسبه كبيره جدا هيبقى خرج من البطوله. فالتعادل او الخساره بالنسبه للشباب هو بالنسبه له هيبقى ودع البطوله. فاعتقد ان الدوافع عند الشباب هتبقى اكتر شويه من الزمالك، رغم ان الزمالك هتبقى دوافعه في ان هو الفوز بالبطوله، زي ما قالوا لعيبه الزمالك ان الزمالك اي بطوله بيبقى داخلها بيبقى مرشح للفوز فيها. فاعتقد ان الشباب هتبقى دوافعه، بس الفكره ان انا مش عايز اخرج من الاول، خصوصا ان البطوله بتتلعب في السعوديه والشباب فريق كبير بالنسبه للسعوديه، وكمان في اخبار اتقالت ان تقريبا التذاكر كلها نفذت بالنسبه للشباب، فاعتقد هيبقى في دعم جماهيري كبير جدا للشباب قدام الزمالك. بس اعتقد يعني بنسبه
60 40 كده النتيجه ممكن تروح لنادي الزمالك، رغم ان الناس كتيره كانت بتتكلم في البدايه ان الزمالك يعني بنسبه كبيره ممكن يخرج من دور المجموعات، بس الزمالك قدم مباراه كويسه جدا في اول في اول ظهور ليه في البطوله، فاعتقد ان الزمالك برده مرشح ان هو يبقى واخد ستيب ثانيه ويقدر يكسب النهارده، او على اقل تقدير ان هو يطلع بنقطه من المباراه. طيب هل دوافع نادي الشباب ممكن تخليه يندفع في بدايه المباراه، وهل ده في مصلحه نادي الزمالك؟ ممكن بنسبه كبيره ممكن يندفع، بس هو الزمالك مشكلته في ان الجوانب الدفاعيه بالنسبه له اقل شويه من الجوانب الهجوميه، فانت الزمالك لو لما بيتضغط بيتعرض لضغط كبير جدا، بيحصل له مشكله في الجوانب الدفاعيه، وشفناها حتى في ماتش الاهلي والزمالك اللي انتهى 4-1 هنا في مصر. الزمالك دفاعيا مش قد كده بس هجوميا قوي جدا، وده شفناه في المباراه اللي فاتت 4-0، الزمالك هجوميا قوي جدا بس ممكن بكره اتنين تحس ان في خطوره كبيره جدا على مرمى الزمالك، فالزمالك لو قدر يعدي الشوط الاول بشكل كويس وقدر يخطف جون او اي حاجه في بدايه الشوط الاول، اعتقد ان هو هيمشي المباراه بالريتم اللي هو عايزه، لان الشباب هيندفع زي ما انت بتقول ان هو عايز يكسب، لان هو بالنسبه له لا بديل عن الفوز في المباراه دي، فممكن دفاعاته تفتح شويه يبدا الزمالك يشتغل على الحته دي، لان الزمالك هجوميا افضل بكتير جدا من دفاعيا يعني. طيب خلينا نقول بالتلخيص كده، هو فكره انه الورقه الرابحه لكل فريق، الورقه الرابحه للزمالك امام الشباب هتكون ايه، ونقاط القوه بالنسبه للشباب كمان ايه؟ اعتقد الورقه الرابحه بالنسبه للزمالك، هو الورقه الرابحه الدائمه بالنسبه للزمالك خلال الفتره اللي فاتت هو زيزو، يعني زيزو بيقدم مستويات عاليه جدا بالنسبه للعيبه الزمالك والتيم بشكل عام الفتره اللي فاتت، زيزو عامل اداء قوي جدا 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 جدا، يعني لعيب هجومي بشكل كويس، دفاعي بشكل كويس، لعيب فعلا جوكر بيلعب في كل حته في الملعب، اعتقد هو التركيز هيبقى عليه. خذي بالك حتى لو التركيز على زيزو بشكل كبير وان ممكن يمسكه اكتر من لاعب من فريق الشباب، دي اعتقد نقطه قوه برده بالنسبه للزمالك، ان هو هيدي حريه للعيبه ثانيه ان هي تروح، خصوصا لعيبه الزمالك اغلبها لعيبه شباب باستثناء شيكابالا وبعض اللعيبه الثانيه هي معدل اعمارها عالي شويه، فالزمالك نقطه قوته هتبقى في زيزو والاعمار السنيه القليله. نقطه القوه بالنسبه للاتحاد اعتقد هتبقى بالنسبه للشباب، اعتقد هتبقى في جمهوره اللي هيبقى موجود، هيبقى مالي المدرجات، بالاضافه الى الدوافع ان هو عايز يكسب المباراه. يعني فوق فكره ان هو خروجه من البطوله في المباراه دي اعتقد هتبقى نقطه قوه بالنسبه له جدا، هيقدر يلعب عليها، بالاضافه الى نقطه ضعف الزمالك اللي هي الدفاع، فممكن يلعب على الحته الدفاعيه دي لو ضغط على الزمالك من اول المباراه يعني. كل التوفيق طبعا لنادي الزمالك في هذه المباراه عشان يضمن التاهل، لازم يفوز طبعا في هذه المباراه عشان يرتاح، عشان يرتاح يلعب حتى المباراه اللي جايه، يروح يتصوروا بقى مع كريستيانو براحتهم في ماتش مصر بقى، يلعب المباراه اللي جايه مباراه استعراضيه للمهارات بالظبط، خلينا نقول كده، او مرتاح ما فيش عليه ضغوط ان هو يوصل او لا. نروح لمباراه الاهلي والداخليه في الكاس، على الرغم من فوز النادي الاهلي الا ان المباراه كانت صعبه عليه امبارح. مش هقدر اقول لك المباراه كانت صعبه على الاهلي امبارح، لان الاهلي تقريبا ما تعرضش لاي كره خطر غير في الشوط الثاني، شوطه كده من خارج ال 18 وصول للمرمى كتير. ما انا كنت هقول لك بقى، يعني هو الاهلي كان تقريبا 90 دقيقه هو في نص ملعب الداخليه، والداخليه من قبل المباراه اصلا هو حلم حياته ان هو يطلع من المباراه دي، مش هقول لك بتعادل حتى، هو باقل نتيجه ممكنه، ده هو الداخليه لما خسر 2-0 امبارح هو مبسوط بال 2-0 دي قوي، هو راضي قوي عن ال 2-0 اللي هو خسر بيهم امبارح، لان الداخليه كان عنده مشاكل كبيره من قبل المباراه. صحيح. استقاله علاء عبد العال من قبل المباراه بثلاث ايام تقريبا، اعتذر عن استكمال المهمه، الداخليه اصلا قعد في الدوري في اخر دقيقه من مباراته في الدوري احرز جون قعده في الدوري، الداخليه كان معتمد على اغلب لعيبته من الاعراض، فاحنا طبعا عشان السيزون عندنا في مصر بيمط لسنتين ثلاثه، فالاعراض دي لما بتخلص مدتها اللعيبه بتمشي، فانت بتبقى انت بتلعب كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت بلعيبه كاس مصر السنه اللي جايه، فلعيبه كتير مشيت من الداخليه، والداخليه بعت كذا جواب لاتحاد الكوره عشان ياجل المباراه دي، وطبعا طلبوا كوبل بالرفض ان هم ما يقدروش ياجلوا المباراه. دخل الداخليه المباراه يعني زي ما بنقول كده بالعافيه، عايز يطلع بس باي نتيجه، حتى المدرب بتاعهم هو مدرب فريق الشباب، يعني هو صعد مدرب فريق الشباب بس يمسك الفريق في المباراه دي. الاهلي طول ال 90 دقيقه في منطقه جزاء الداخليه تقريبا، الاهلي ضيع ضربه جزاء في بدايه المباراه لعلي معلول، الاهلي احرز هدف لبيرسي تاو، يعني بيرسي تاو ده يعني كواليتي مختلف عن اللي بتشوفه في الدوري المصري بامانه، يعني لعيب يستاهل كل مليون دولار اتدفع فيه، اللمسه حلوه قوي، رهيب، لمسه يعني حلوه قوي قوي، ما انا بقول لك الكواليتي ده ممكن بيرسي تاو يعني ما يتقدمش كل امكانياته في كل المباراه وفي كل المباريات، وكان بيتصاب كتير في البدايه، بس اللمسه دي تبين لك ان الكواليتي ده كواليتي بريمير ليج فعلا، يعني هو راح بجسمه كده في جزء من الثانيه، كان فاكر ان هو راح وراح عامل كده، يعني في جزء من الثانيه عمل كوره، يعني تحسسك ان الكواليتي ده فعلا مش عندنا في مصر.
احرز الهدف الاول. الشوط الثاني قفشه طبعا جاب الجون الثاني. زي ما انت كنت بتقول الاهلي كان مضغوط شويه او كان قلقان شويه من المباراه رغم ان الداخليه ما راحش خالص على الجون، وده ظهر في تغييرات كولر اللي هو بدا يغير في الدقيقه 85 تقريبا، ثلاث تغييرات عملهم، فده دليل ان الاهلي كان لحد اخر لحظه رغم ان هو بيلعب بالفول سكواد بتاعه يعني ما كانش مريح حد بقى وكده. بس برضو ده يعني لو تاخد بالك من اللعيبه تحس ان اللعيبه لسه اصلا جايه من الساحل على التمرين قبلها بيومين، لان اللعيبه دي وده حقهم. يعني انت عندك لعيبه في مصر ما بتاخدش اجازات، الدوري بيخلص تلعب في الكاس، الكاس يخلص. كان عنده كمان لا مباريات كتيره جدا. بالظبط، الاهلي كان مضغوط جدا، الاهلي لسه مخلص الدوري يا دوب اداهم فتره كام يوم كده بعد ماتش بيراميدز اللي الاهلي خسره، ادى 14 لعيب اجازه، لعيبه كلها سافرت ورجعت قبل ماتش الداخليه، لعبت يعني اتمرنت كام يوم، لعبت ماتش الداخليه عشان تكمل لماتش المصري يوم الخميس اللي جاي. الاهلي كسب امبارح الداخليه في دور ال 16، هيلعب المصري في دور الثمانيه يوم الخميس اللي جاي. الموضوع مختلف شويه في المصري، السكواد اعلى شويه، مدرب مختلف، مدرب اول مباراه ليه هتبقى قدام الاهلي علي ماهر. كبير وجماهيري كمان. بالظبط، ونادي كبير وجماهيري، وعلي ماهر، علي ماهر اصلا كان من المدربين الرخمه جدا على الاهلي، بنشوفه مع فيوتشر كان رخم جدا على الاهلي الفتره اللي فاتت، فاول مباراه ليه هتبقى ضد الاهلي برده يوم الخميس اللي جاي هتفرق معاه. البدايه بتفرق، كان المصري برده عايز ياجل المباراه دي، المصري معاه رئيس نادي قوي جدا كامل ابو علي، كامل ابو علي من رؤساء الانديه اللي بيعرفوا يصرفوا على الانديه اللي هم فيها، جاب علي ماهر. هنبدا نشوف سكواد مختلف للمصري الفتره اللي جايه جدا، ما اعلنش عن اي صفقات بحيث ان علي ماهر هو اللي يختار الصفقات الجديده بتاعته، فاعتقد ان هي هتبقى مباراه صعبه جدا، خصوصا ان الاهلي اصلا كان متعادل في اخر مباراه مع المصري في الدوري، هنا في اخر مباراه في الدوري. بس طبعا المباراتين مختلفين، الاهلي كان بيلعب بفريق مختلف تماما اغلبه شباب لان هي كانت اخر مباراه في الدوري، مباراه المصري هتبقى مختلفه، هيبقى السكواد كله دي مش فارقه عند النادي الاهلي. بالظبط يعني، بالظبط، وماتش في الكاس يعني اللي هيخطف جون هيقتل المباراه، هتبقى ماتش صعب جدا على الاهلي. وبعد كده الكسبان من الاهلي والمصري يبدا يقابل انبي في السيمي فاينل، بس ان شاء الله السنه الجايه لان مش هيكملوا السنه دي كاس مصر، فكاس مصر السنه دي هيتلعب السنه الجايه. الغريب ان هم بيفكروا في بطولات جديده يلعبوها زي كاس السوبر الجديد اللي هيبقى من اربع انديه ده وهيتلعب بره مصر، وانت ما عندكش اصلا وقت يعني تحط فيه ماتشاتك العاديه، فانت تعمل اربع انديه تجيبهم عشان تلعب كاس سوبر جديد تلعبه في الامارات عشان تدخل فلوس زياده. ما عنديش مشكله ان انت تدخل فلوس زياده، بس انت متخيل السنه الجايه في ايه؟ انت الاهلي هيلعب في السوبر ليج في افريقيا اللي هي بطوله السوبر اللي هتتلعب في افريقيا السنه الجايه، والكاف هيمنع الاهلي ان هو يلعب اي ماتشات في الدوري المصري، عندك امم افريقيا، عندك تصفيات كاس عالم، عندك دوري، عندك كاس، كل ده اجل يا معلم، اجل 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 اجل، ده انت هتلعب الدوري السنه الجايه على سنتين ثلاثه مثلا عشان تكمله يعني. فربنا معانا بصراحه السنه الجايه يعني. على اي حال طبعا يعني الناقد الرياضي عمر سلامه بنشكرك على يعني كل هذه التحليلات والقراءات، ونتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك في هذه القمه او البطوله العربيه، ونتمنى كمان التوفيق للنادي الاهلي والانديه المصريه بشكل عام في كاس مصر، ان كان كاس مصر او الدوري المباراه المؤجله يعني. اتمنى التوفيق طبعا للجميع، بشكرك جزيل الشكر. بشكرك جدا وبشكر كل الناس اللي كانت بتتفرج علينا. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ومع بداية شهر أغسطس الحقيقة نبدأ نعيش بقى موسم سينما الصيف. كان في أفلام نزلت الحقيقة في شهر 7، شهر 8 كمان هينزل أفلام لطيفة جدا، هنشوف وجبة سينمائية قوية جدا متصدرها فيلم النجم محمد هنيدي مرعي البريمو، وكمان محمود حميدة بفيلم مطرح مطروح. في كمان أفلام إيه؟ كمان فيلم عزير لمحمد رمضان، ومجموعة تانية بقى من الأفلام هنستعرضها النهاردة مع ضيفنا في الاستوديو الناقد الفني خالد محمود اللي منورنا. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. يا أهلا بيك يا فندم. الأسرة بتدور على إيه في فصل الصيف بالنسبة للسينما؟ بص، الـ الـ الجمهور ذوقه اتغير. في الغالب الأسرة بتدور على الكوميدي. لكن احنا عشنا في فتره من الفترات كانت الساحه مليانه بالافلام الكوميديه الصريحه، الفتره اللي تواجد فيها محمد هنيدي واحمد حلمي ومحمد سعد والى اخره. المره دي التوليفه شويه اختلفت، حتى نجوم الاكشن بيشتغلوا كوميدي زي امير كراره مثلا. لكن عاوز اقول انه لازم صناع السينما يتنبهوا الى ان الجيل الجديد من الجمهور بقت لي ذائقه مختلفه، بيتابع اللي بيحصل على المنصات، بيتابع اللي بيحصل في السينما العالميه،
اللي عملوا فيلم اوبنهايمر مثلا من ايرادات خلال الاسبوع اللي فات انه حقق 20 مليون جنيه كفيلم اجنبي لاول مره، دي ما حصلتش من سنين طويله عندنا. جنيه؟ دولار. 20 مليون دولار انا اسف. ينبه الناس لانه الجمهور ابتدى يبحث على نوعيات سينما مختلفه. هتقول لي طب ما هي افلامنا بتجيب ايرادات كبيره، لان ده النوع المفروض على الساحه والعائلات والاسر عاوزه تروح للسينما، وهي دي النوعيات اللي موجوده في السينما. هتقول لي احنا في افلام بتتجاوز ال 100 مليون جنيه وبتحقق ايرادات كبيره. هقول لك لانه ما عندهاش منافس كبير، يعني الفيلم اللي بيتصنع بشكل كويس زي بيت الروبي مثلا بيقدر يحقق ايرادات، لكن ما نقدرش نقيس على انه ده السوبر او ده النموذج الايدوي للسينما المصريه، لانه المنافسات مش متكافئه. لكن احنا لازم ناخد بالنا ان الجيل الجديد من الجمهور في ظل ان الاسر كعائلات ابتدت ما تبقاش إن النموذج في المشاهده، اقصد ان مش العيله كلها بتروح فيلم واحد والى اخره، اصبح كل فرد في الاسره ليه لون وليه ذائقه في اللي بيحب الاكشن ما بيتفقوش. فده مؤشر لانه الفتره الجايه لازم نفكر نصنع سينما عايز اقول لك ايه تبقى مؤهله ان الجمهور يقبل عليها بشرائحه وثقافاته المتعدده بعد تاثير المنصات والسينما العالميه. طيب. لكن طبعا زي ما حضرتك بتقولي في النماذج الجديده في جمهور للنجم. يعني اعتقد انه محمد هنيدي في جمهور كتير قوي بيحبه ومنتظر هنيدي اللي هو بيقدم له وجباته. عوده هنيدي الكوميديا اللي اتعود عليها هنيدي خاصه مع سعيد حامد المخرج انه حققوا مع بعض نجاحات كبيره قوي بدايه من سعيد. الفكره كلها انه محمد هنيدي انا بالنسبه لي هو من النجوم يعني الاقرب الى قلبي طبعًا. انا شخصيا يعني لكل الجمهور المصري في الحقيقه يعني انا بتكلم حتى من وجهه نظري انا الشخصيه، يعني انا بشوف محمد هنيدي من افضل فنانين الكوميديا، يعني حتى يمكن افلامه كمان لو رجعنا لورا شويه افلامه بتقدم رساله من خلال الكوميديا طبعا. بس خلينا نقول مؤخرا افلام محمد هنيدي ما كانتش الاقوى. بص انت فتحتي نقطه مهمه قوي، معظم نجوم الكوميديا اللي حققوا طفرات كبيرة في 10 سنين مثلا وقفوا لأن في بعضهم حس إنه مش قادر يخرج من الكاركترات اللي قدمها زي محمد سعد، في بعضهم كان عنده طموح في الفكر ما قدرش يقف على أفكار جديدة زي أحمد حلمي، فأفلامهم حتى الأخيرة كان فيها اهتزاز في شباك التذاكر. صحيح. وكذلك هنيدي، بس هي مرحلة بتعقب دايما مراحل النجاح الكبير، وعندنا عندنا حكاية مش متوفرة في النجم المصري في الحقيقة. بره في عالم محيط بالنجم، في عالم بيفكر معاه، في أسرة بتفكر معاه، في حد مسؤول عن صناعته، حد مسؤول عن انه ازاي الفترة دي يقدر يظهر ازاي وبالشكل الفلاني. احنا عندنا انه النجم بيتعامل مع كل الاشياء، يعني بيختار المخرج والمؤلف والى اخره، ففي الغالب بيتوه منه الحكايه انه يقدر يفكر لنفسه ماذا اريد ان اقدم في هذه المرحله. فبيحصل حاجه من حاجتين، يا اما انه يتلاشى وزي ما حصل مع نجوم اخرين، يا اما انه يقدم عروض من باب التواجد هو مش بنفس باور الافلام السابقه، وبالتالي بيهتز. بس ده يضره اكتر ما يفيده اعتقد. ايه؟ فكره ان هو بيضره طبعا مجرد ان هو يبقى موجود طبعا بيضره. طيب واحنا بنتكلم عن الافلام الكوميديه، في بعض الفنانين زي ما حضرتك ذكرت كده بيبقى حصر نفسه في حته كده زي محمد سعد مش قادر يخرج منها، مع ان محمد سعد عنده امكانيات كبيره جدا جدا. ليه ما جدا. يقدمش حاجه ثانيه غير الكوميديا؟ وليه دايما احنا دايما الفنان الكوميدي يا فندم واحنا بناخد بالنا من طريقه القائه للافيه او طريقه رد فعله بنبقى حفظناه خلاص، هل في طريقه ما يجدد من نفسه ويظل في اطار الكوميدي؟ بص الكوميديا في العالم العربي واخده منحنى تاني خالص، اعتمدت على الافيهات، اعتمدت على المواقف اللي هي خد وهات، يعني مسرحه السينما.
وبالتالي ده أثرت على إنه إزاي نخلق كوميديانات عظام ويبقى ليهم أفلام مهمة وأفلام كبيرة، ونقدر نشوف زي يعني كيف يفكر العالم. النظرة دي نقدر نغيرها. أنت لو رجعت بالزمن لورا هتلاقي بساطة نجيب الريحاني مثلا صحيح. يعني مثلا الفكرة الإنسانية اللي بيتقبلها الجميع، المواقف الكوميدية. فعاوز أقول أنه أنا مش عاوز أخضع للشارع عشان أقدر أعمل كام إفيه، أجذب قد إيه من الجماهير وإلى آخره. ده مؤشر ما ثبتش نجاحه. الخدعة الكبيرة اللي بتعرض لها نجومنا دلوقتي، ولو إنها ميزة بس ميزة مؤقتة، إنه بعض الأفلام الكوميدية اللي بتعتمد على الإفيه واللي هي لا ترسخ لفيلم ذو قيمة كبيرة بتنجح في الخليج قوي. فالنجاح اللي في الخليج ده مؤشر كويس انه حرك العمليه الانتاجيه، لكن مش مقياس الرسالة. مش مقياس لجوده الفيلم، خاصه ان احنا شعب عنده حس فكاهي عالي طبعا. ويعني حضرتك حتى ذكرت فكره او نموذج نجيب الريحاني. ايوه ما ينفعش يتمشى مع الزمن اللي احنا فيه دلوقتي طبعا. لانه احنا دلوقتي في انفتاح كبير جدا على العالم، الحس الفكاهي كمان تطور، يعني الشكل كله تغير. لو هنتكلم على فنانين مثلا زي محمد سعد، حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا، فكره صناعه النجم. أيوة. وان يكون في محيطين بيه مسؤولين عن صناعه هذا النجم واداره هذا النجم، مش بس فكره انه يدوله الراي والمشوره، لا هم مسؤولين، ده دورهم، دي وظيفه، بيتقاضوا اجر على ده طبعا. هي دي الفكره، ان محمد سعد من النجوم انا نفسي بصراحه بستخسره. نجم عنده موهبه كبيرة جدا، عالية جدا، قدرات كبيرة جدا، لما شفناه في الكنز حصد كمان جايزة أحسن ممثل، من أكتر الناس موهبة في جيله. وأنا في الحقيقة في مرة بسأل النجم الكبير يحيى الفخراني عن رأيه في بعض نجوم الشباب من حوالي 8-9 سنين، قال لي إنه محمد سعد عنده إمكانيات كبيرة جدا. صحيح. فهو فعلا موهوب، لكن هو أنت فتحتي نقطة فعلا حلوة. العالم المحيط حواليك اللي هو في صناعه النجم ده بيثقف النجم نفسه طبعا، فبيقدر ازاي يتعامل ويخطط لنفسه كل مرحله انا ممكن اقدر اقدم فيها ايه. طبعا في حالات استثنائيه زي انه في نجم بيعرف يتعامل مع مخرج يطلع منه صوره جديده وشكل جديد. عادل امام يا فندم الزعيم، عادل امام ابتدى كوميديا، كمل غير نمط الافلام وكان فيها كوميديا طبعًا بالمناسبه طبعًا. فيها كل حاجات، وقدر يتربع لفتره طويله. بس من البدايه وهو عنده الإمكانيات الكبيرة اللي نقدم بها كافة الشخصيات. يعني شفنا له في بداياته أفلام درامية كان فيها ممثل رائع جدا، يعني زي الغول مثلا. أنت متصورة أنك أنت لما تشوف الغول في التلفزيون تقولي أن هل عادل إمام عمل الفيلم ده مثلا في بداية المشوار قبل الموجة الكوميدية الكبيرة؟ فهو كل إنسان من النجوم يقدر يحط نفسه أنا هقدر هنا أقفز كم خطوة، وأقدر إزاي أرسخ عند الجمهور، وأقدر إزاي أطور. أنا مرة سألت توم كروز مثلا، قلت له كنت شفت فيلم الساموراي الأخير وحسيت إن في ممثل جبار قدامي وأنا متابعه من زمان، حتى من أيام اللي كان طالع فيها ضابط وجندي وإلى آخره، وحدث في الرابع من يونيو. فقلت له أنت بما إن عندك ممثل بالشكل ده، انت ليه بتعمل مستمر في مهمه مستحيله مثلا؟ قال لي فور ذا ماني، انا بعمل الافلام دي علشان اقدر يبقى معايا فلوس اعمل بيها الافكار اللي بحلم اقدمها. بس ده عنده فكر بقى، مش سايب نفسه كده. لا ده عنده ده لازم يبقى عنده فكر ان العالم اللي محيط حواليه صحيح. بديكابريو مثلا، هذا الفتى الرومانسي لو لم يتمرد على القالب اللي موجود فيه اللي الناس عرفته فيه في تايتانيك ما كانش خد الاوسكار في دور صعب جدا. صحيح. فهو حتى قدم شخصيه اللي هو مؤسس المخابرات المركزيه الامريكيه، كان راجل عنده 60 سنه، وزنه ضخم جدا، عنده يعني افكار خارج السياق الاخلاقي، لكن قدر يعمل الشخصيه. وانا فاكر في مناقشه دارت بيني وبين المخرج محمد خان واحنا بنتفرج على الفيلم ده في دبي، وحوالين ازاي النجم يقدر يتمرد على اللي هو فيه حتى لو كان محقق
ملايين الإيرادات عن شخصية هو نجح فيها ما يكررهاش، وإزاي يعمل لنفسه تاريخ. إحنا بنحب نجومنا والجمهور ملتف حواليهم، أرجو إن هم يستغلوا هذا الحب في تقديم شخصيات وأدوار تضيف ليهم تاريخيا، تلائم كل مرحلة. من مرعي البريمو عايزين نروح سريعا كده للزيرو. أيوة. محمد رمضان قلت من شوية إن هو تجربة مختلفة شوية. محمد رمضان تجربة مختلفة في الحقيقة، لأنه النجم بيتشكل لما بيشتغل مع نموذج مختلف من المؤلفين أو المخرجين. أعتقد إن مدحت العدل ومندو العدل هيقدموا تجربة مختلفة. رأيي الشخصي إنه إذا تخلى محمد رمضان زي ما هو متوقع عن الأكشن وقدم شخصية اجتماعية عندها ظروف وإلى آخره، وهو ده اللي الناس منتظرة منه، أعتقد إنه هيبقى الفيلم ده إضافة لي بغض النظر عن إنه عمل إيرادات كبيرة ولا ما عملش. يعني على الأقل هنشوف محمد رمضان وحط نفسه على التراك في نموذج من الأداء ونموذج اجتماعي مختلف، بعيدا عن إنه بيقدر يضرب 100 و200 وينتقم بشكل ما. أعتقد إنه هتبقى المواجهة بينه وبين الزمن، مش بينه وبين بشر في فيلم عزيرو. ونحن سننتظر يعني. هننتظر. طيب أخيرا يا فندم، حضرتك كلمت عن نقطة مهمة، فكرة الناس عايزة ايه، ودايما بنسمع مصطلح الناس عايزة كده. الأسرة المصرية دلوقتي بتدور على ايه؟ عايزة ايه؟ عايزة حاجات خفيفة كوميدية ندخل ننسى بيها مشاكلنا، عايزة موضوعات جد، عايزة محتوى جيد، ايا كان اتجاهه ايه اللي عايزينه؟ بصي، الأسرة المصرية محتاجة تشوف فيلم يحقق لها المتعة، وفي نفس الوقت يكون متوازن. يعني عاوز اقول انه ليس صحيحا مسألة ان الجمهور عايز كده فانا بقدم له اللي هو رايح له. خلاص، عصر التوحد في الذوق انتهى، عصر التعدد في المشاهدة هو اللي موجود، ولازم ابقى عامل كويس حسابي. اذا قدمت اكشن لازم اشوف ازاي هقدمه بشكل يتقبله الجمهور الجديد، لان هو بيشوف برا كيف تنفذ افلام الاكشن وافلام الخيال العلمي، عشان ما اقعدش طبعا يعني شوفي المقارنة بقى في الصورة والمكياج والأداء والخدع وإلى آخره، فيانا أدي اللعبة يا مش أدها، إلا إذا كان عندي قصة اجتماعية من صميم مجتمعي أنا هتوحد معاها، فده هيخليني شوية أبقى مش باصص قوي للمفردات الأخرى. طبعا الكوميدي هو مازال في اعتقاد عند النجوم إنه سيد الموقف، الكوميدي مطلوب طبعا، لكن إحنا بننشد يعني انه يبقى في تنوع في السينما المصريه. عاوزين نشوف فيلم قوي يمثلنا مثلا في مهرجان كبير، ازاي ده مش متحقق؟ ما نراه في المهرجانات الكبيره، وانا بسافر كانوا برلين بشوف نماذج اللي شباب عنده افكار كويسه قوي، بس ما فيش علاقه بينه وبين الجمهور في مصر، لانه مش لاقي فرصه مثلا يعرض فيلمه، مش لاقي منتج كبير يحقق له مشاريعه. أرجو أنه المنتجين تخرج وتكتشف، طول عمر السينما المصرية بتكتشف مخرجين وبتكتشف نجوم وبتكتشف مؤلفين جدد عشان العجلة تمشي. نور الشريف اكتشف سمير سيف، اكتشف محمد النجار، اكتشف محمد خان، صحيح. قدمهم الثلاثة في زمن حاتم زهران وفي ضربة شمس ودائرة الانتقام. فين النجم اللي يقدر يكتشف مخرج جديد ويقدمه بمواصفات وفكر صحيح. المخرج وليس مواصفات وفكر النجم، لانه السينما المصريه كانت ناجحه لما كانت ماشيه بفكر المخرج بشكل موازي مع فكر النجم وليس فكر النجم وحده. صحيح. وانت بتتكلم كمان على الافلام الكوميديه، انا شايف في تركيز كمان على الافلام الكوميديه خلال الفتره اللي جايه، مطرح مطروح، محمود حميده طبعا بيقدم كوميدي، انا متهيألي البطه الصفراء كمان طبعا متهيألي عندي احساس انه دي تجربه مختلفه لمحمود حميده، وعندي احساس انها هتحقق دمه خفيف قوي طبعا قوي. جدا ابتدى يشتغل الادوار بمزاج. هو دلوقتي في مرحله ان انا مش مشكله حجم الدور قد ايه، ولكن مشكله ان انا اقدر اسيب انطباع ويبقى مؤثر قد ايه. ومهم قوي ان النجم على فكره يشتغل الشخصيه بمزاج، انا حبيبها وداخل جواها وبالتالي هتبقى هتوصل للجمهور وهتضيف لي. فاعتقد ان التعدد ده، وبعدين هو النجم محمود حميده في الحقيقه مساير العصر، يعني
ما بيقولش لا المخرج شاب، بيضيف لنفسه شخصيات متعددة، ما وقفش عند مرحلة معينة زي نجوم آخرين شافوا ان هو لازم يبقى بطل الشاشة طول الوقت. ده ما بيحصلش يعني حتى في السينما العالمية. اللي لافت الأنظار في الأفلام العالمية الجديدة زي أوبنهايمر الممثل الثاني مش الأول. فالرؤية دي احنا محتاجينها تبقى متواجدة عند نجومنا الجداد، حتى لأنه مش كل حد بيملك كاريزمة انه يبقى نجم جماهيري. صحيح، دي حقيقة. شفنا بطولات جماعية كمان كان ليها أثر كبير عند الناس. طبعا بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر، الناقد الفني خالد محمود، دورتنا في صباح الخير. شكرا جزيلا، صباح الورد. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.